أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي، اليوم عندنا مناظرة مع بين فريقين، فريق إلحادي وفريق مسلم. طبعا ممثل الفريق المسلم هو الأخ تحسين العراقي، وممثل الفريق الإلحادي الأخ ليث الكوثري. خلينا نرحب بضيوفنا بالبداية. أهلا وسهلا فيك تحسين. أهلا وسهلا جان وبالأصدقاء المشاهدين، ونرحب بالأخ ليث أيضا. أهلا وسهلا فيك أخي ليث. أهلا بكل الجمهور الكريم، أهلا بالأخ تحسين. احنا متشرفين بحضوره، وأنا متشرف أن نكون نتناقش ونتناظر معه الليلة. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي. طبعا أهلا وسهلا فيكم كمان أنتم، واشهدوا علي سأكون منصفا، اشهدوا علي، سجلوا بالأقلام يعني. طيب نبدأ أصدقائي بعشر دقائق. مثل ما نعرف نحن عنوان المناظرة هي هل الإسلام هو وحي، صناعة إلهية أو صناعة بشرية؟ يعني أنا أعذروني للألفاظ. أنتو تحسين تريد تبدأ أنت الأول أم الأخ ليث يبدأ الأول؟ خليه يبدأ. ليث. لا أنت ضيفنا حبيبي، تفضل. أشكرك. طيب نبدأ العشر دقائق أخي ليث. أخي تحسين. نعم. تفضل أخي تحسين، تفضل. أوكي. الصورة واضحة عندك؟ الصوت واضح؟ الصورة واضحة والصوت واضح، تفضل. شوية صوت الصورة واقفة عندي شوي. طيب الو، تقفل الكاميرا وترجع تفتحها. صار فري يعني شوي فريزنج، يعني الشاشة توقفت. طيب ادخل، اطلع ورجع ادخل بشوف. بس مع الانتظار، خلي انتظر على ما يعني ترجع. هسه انا ما اشوفكم بس انتم تشوفوني. لا نحن خلي انتظر على ما انا شايفين شكلك، شايفين صورة، يعني لو تطلع وترجع تدخل ونبدأ المناظرة. اوكي. اصدقائي طبعا بكره كان مفروض يكون الساعة 8 معنا الاخت شي، بس هي اتصلت فيني وقال اذا ممكن نعملها بكير، فاكيد راح نعملها بكير، ويعني راح تكون الساعة 4:30 بتوقيت لندن، وراح تكون الساعة 8 في حلقة عن العهدة العمرية مفتوحة لكل الأصدقاء. يا ريت تكونوا معنا. أخي تحسين أنت جاهز؟ نعم. هسه الصورة واضحة عندك جان؟ تمام. طيب يلا تفضل أخي تحسين، تفضل، خلينا نعيد الوقت. نعم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ الآن الفترة المخصصة إلي في هذه المناظرة. أقدم لكم نفسي، تحسين فلاح السلطاني من العراق، عمر 30 سنة، متزوج وعندي 3 أطفال وبكالوريوس لغة إنجليزية. بادئ ذي بدء، نحن كمسلمين، والجانب العلم انه هذا الموضوع، الحوار موضوع المناظرة انا اختاريته حتى يكون يعني منطلق لتأصيل الحوار، يعني نبدأ من حقيقة الوحي الإسلامي ثم نتدرج الى ان نصل للمواضيع الاخرى. نحن كمسلمين نعتقد ان محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله بعثه الله سبحانه وتعالى لهداية العرب خاصة وهداية البشرية بصورة عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن نعتقد ونؤمن أن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي ليست رسالة محصورة برقعة جغرافية معينة ولا بقومية معينة ولا بعرق معين، بل هي رسالة لكل البشرية، وهذا اعتقادنا انطلاقا من الآية القرآنية اللي تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ليس للعرب فقط، وليس للجزيرة العربية فقط، وليس قارة آسيا فقط، وإنما لكل أصناف البشرية. ونحن نستدل على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالعديد من الحجج والدلائل والبراهين. من أهم الدلائل والبراهين هي القرآن الكريم. القرآن الكريم نعتقد إنه وحي الله تعالى، بلغه الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الوحي وهو جبرائيل عليه السلام. ونعتقد أن القرآن هو هذه الحجة الخالدة الأبدية، والتي تحدى النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، تحدى المشركون وبلغائي وفصحائي وفحول لغة العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن في زمنه، فلم يأتوا. وعندما حاول البعض تقليد القرآن و يعني المجيء بنسخة شبيهة بالقرآن ليقول الناس نحن أيضا نستطيع أن نأتي بقرآن، ما حصل بعد ما حصل في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ارتد العرب على رأسهم مسيلم الكذاب، وقد جاء بآيات، حاول أن يأتي بآيات قرآنية ليحاكي بها القرآن. وقد نقل المؤرخون المسلمون لنا مثل هذه المحاكاة للقرآن، مثلا على سبيل المثال: والعاجنات والطاحنات طحنة، والخابزات خبزة، والعاجنات عجنة، ويا ضفدع كم تنقين بين الماء والطين، إلى آخر من هذه. فجاءت غثة باردة مضحكة فيها قدر من السخرية، ولم تحاكي القرآن، بل هي قلدت القرآن في سبكه وفي صبه للغة، ولكن ابتعدت عن القرآن في سمو المعنى وبلاغة الكلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب في زمنه، وكان في زمنه فحولي وجحاجح وغطارفة اللغة، فلم يأتوا بآية، ولم ينقل لنا التاريخ، تاريخ المسلمين أو غيرهم، إن أحدا من العرب جاء بآية قرآنية. القرآن تحداهم، قل ائتوا بسورة من مثله، فلم يأتوا بسورة، ولم يأتوا حتى بآية. وفي هذا العصر حاول بعض الملحدين أن يقلد القرآن. طبعا حينما قلدوا القرآن وجدنا تقليدهم للقرآن مشابه جدا لصياغة القرآن ولأسلوب الأسلوب اللغوي للقرآن. فهم قلدوا القرآن واستنسخوه من حيث السبك والتأطير اللغوي، ولم يأتوا بشيء جديد، ولم يأتوا بكتاب متكامل آمن به ناس أو تبعه ناس. هذا القرآن. طبعا القرآن انطوى على إعجاز علمي، نحن نعتقد، ربما الأخوة الملحدون ينكرون هذا، نحن نعتقد أن القرآن انطوى على إعجاز علمي وإعجاز بلاغي وإعجاز عددي وإعجاز نفساني، وسنتحدث عن هذا الإعجاز بالتفصيل والأدلة والبراهين في هذه الحلقة أو في الحلقات الأخرى القادمة إن شاء الله. بعد جد عندي وقت جان؟ صافي، عندك 5 دقائق تقريبا. 5 دقائق. 4 دقائق. كما نعتقد على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجزات الأخرى غير القرآن والتي نقلت بالمصادر الإسلامية. طبعا لا أدري هل إن الأخوة الملحدون يكذبون المصادر الإسلامية أم لا، بل وصل إلى حد ببعض الملحدين أن ينكر حتى وجود شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشكك في مصادر التاريخ الإسلامي، وشكك في مصادر السيرة، وقال أن السيرة ألفت بعده بفترة. فنحن نقول نحن نحتاج
بما ورد ووصل إلينا من معاجز حصلت النبي صلى الله عليه وسلم من كتب المسلمين، وليس عندنا من كتب أخرى نقلت أو وثقت تلك الفترة إلا ما كتبه المسلمون. ويستحيل أن يتواطأ هذا الكم الهائل من الأمة على الكذب والافتراء والاختلاق، لا سيما أن أمتنا الإسلامية هي من أكثر الأمم تدقيقاً في نقل الأخبار، وتكاد تنفرد أمة الإسلام وينفرد علماء الإسلام بخصيصة ومزية عظيمة، وهو علم الرجال، فهم فقط الأمة الإسلامية عندها هذا الأسلوب من التدقيق التاريخي، إنهم لا ينقلون إلا بأسانيد صحاح جياد حسان، ويرفضون أي حديث مهما كان الشأن وعظم الناس والرواة في سلسلته، إذا وجد في الحديث كذاب أو مفتر أو سيء الحفظ أو اختلط في آخر عمره وفدات أو خرف، لا ينقلون عنه. وهذا دليل على شدة تدقيق المسلمين في نقل تاريخ. فنحن أريد أن أقول لدينا إضافة إلى معجزة القرآن معاجز أخرى تقدر بالآلاف للنبي صلى الله عليه وسلم، نقلها علماء المسلمين وبالأدلة الصحيحة، ونعرض عن المعاجز التي نقلت بالأدلة الضعيفة. ثالثا، من الشواهد على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم هي تحقق نبوآته، سواء كانت في حياته في بداية بعثته أو في وسط بعثته أو بعد مماته، والمعجزات تتحقق واحدة تلو الأخرى. رابعا، شهادة الصدق وشهادة الآخرين من غير المسلمين بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنها دين الحق، وإنه رسول من الله، وإنها خاتمة، وإن هذا الدين هو خاتمة الأديان، وإن هذا النبي هو خاتم الأنبياء. من هذه الشهادات ما نقله لنا رواة التاريخ الإسلامي، ومنها ما قاله المستشرقون من المسيحيين والهندوس واليهود، ومن ناس حتى غير مسلمين، ومن ناس حتى لا ليس لهم علاقة بالدين، درسوا ومحصوا سيرة هذا النبي وشهدوا بفضله. وأنا عندي كتاب ولفت ما قالت الأقلام في سيد الأنام، ترجمت فيها أجمل وأحلى ما قاله المستشرقون الغير المسلمون في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن منهم متعصبين جدا لكنه يعترف بالحقيقة أو يقر بالحقيقة، لا نقول أنه يعترف أو يقول أو نقول ينصف، لا نقول يعترف أو يقر، فنحن لا نقصر الناس على شيء. في تيسير مثل ساموئيل جرين وجورج بوش، جورج بوش ليس هذا. نعم، شكرا، بشكرك كثير تحسين وقتك المخصص. انتهى. أخي ليث، تفضل، معك 10 دقائق، تفضل. أهلا، أريد ترحيب بالأخ تحسين. أنا سعيد أن يكون فيه تبادل وحوار ومناظرات في هذا المجال، وأشجع أي مسلم يشاهدنا أن يعمل بنفس المبادرة عندك في القناة. إذن أولا، موضوع الحلقة هو هل الإسلام دين الله أم صناعة بشرية؟ أنا هذا ما فهمت، وهذا مكتوب في الحلقة. أخذت نقاط من كلام أخي تحسين، وهو أن محمد نبي لهداية العرب. ما هو دليل نبوة محمد؟ هو القرآن. سمعت أيضا كلمة رحمة للعالمين، وهذا دليل على أن الرسالة لكل البشرية. أنا عندي أسئلة في هذه النقطة. أولا، في رسالة لكل البشرية، لماذا الإسلام يفرض العربية كلغة؟ إذا كان لكل البشرية فاللغة ليست مهمة. لماذا يفرض طقوس عربية؟ إذا كان للعالمين فلا داعي لطقوس عربية للقرن السابع. إذا كان للعالمين، لماذا كل صوره من بيئته؟ لماذا لم يتكلم أصلا على العالمين بالتفصيل؟ هي في الحقيقة لما نذهب للمفسرين، هم فهموا كلمة العالمين على أنها عالم الإنس وعالم الجن فقط.
بكل بساطة، ليس بالفكر الحضاري اللي عندنا اليوم، أن العالمين معناها الأكوان ومعناها كل المجرات أو أمور كهذه. لا، الفكرة أبسط من هذا، هي فقط عالم الجن وعالم الإنس، وممكن يبحث الشخص في التفاسير. نذهب إلى الدليل الأول، وممكن هو الوحيد، لأنه النقاط الأخرى بطريقة استحالة التواطؤ أو تحقق نبوءاته. أنا كنت حابب يعطيني الأخ تحسين أمثلة على تحقق النبوءات لأنه ما أعطانيش أمثلة، وشهادة الصدق النقطة الأخيرة هذه ممكن كلها نفصلها بسرعة، لكن القرآن هو النقطة الأساسية، وهو غالبا ما يكون الحجة الأخيرة في هذا. بالنسبة للقرآن يقول لي أنه هو وحي من الله، لا أدري ما هو الدليل، لأنه إذا الدليل هو أن محمد قال أن القرآن هو وحي من الله، فدليل نبوة محمد هو القرآن، وندخل في حلقة مفرغة. يقول أنها حجة خالدة، والقرآن بليغ. في قصة البلاغة هذه أنا عندي أسئلة كثيرة صراحة. أولا ننهي بسرعة قصة الروايات الإسلامية، وأن لم يأتوا بمثله، وأن مسيلمة قال كذا وكذا وكذا. القصة الإسلامية رويت من مسلمين، وأشار لها الأخ تحسين في مداخلته في الأخير، أن القصة الإسلامية كلها رويت من طرف مسلمين. أنا إذا كنت مسلم بطبيعتي بإيماني سأنزع ما هو مضر لديني، وأترك أو أضيف ما يحسن ويجمل ديني. حتى اليوم في الدعوة الإسلامية يجوز الكذب أو تأليف القصص لتجميل الإسلام ولإعطاه صورة تؤلف القلوب. إذا كان هذا الحال اليوم، فبالتأكيد بالنسبة لي المصادر الإسلامية لا تكون أبدا موثوقة 100%. لما أقرأ أن مسيلمة الكذاب قال الشعر أو حاك القرآن بطريقة غبية، أنا أظن أنه فيه أكثر احتمال أنه أعطينا هذا الكلام على لسانه، لأنه إذا كان هذا الكلام من مسيلمة الكذاب، كيف جمع 10,000 محارب بكلام تافه كهذا؟ كيف أصلا استطاع أن يقاوم أو يجمع أناس يؤمنون به كنبي؟ لا يدخل العقل. وفيه أمور كثيرة من ناحية أنه لم تصلنا أي محاولة ومحاكاة من القرآن وأنهم عجزوا، لا، حتى وإن عملوا هذا الشيء فسيمحى في التاريخ. في بداية السيرة، سيرة ابن هشام، يقول في حدات ابن هشام أنه هو محى ونزع كل ما كان يمكن أن يسيء إلى صورة النبي في السيرة، هو يقولها بلسانه ومثله كثير. لكن قصة البلاغة، أنا صراحة عندي أسئلة كثيرة في قصة البلاغة والبيان في القرآن. مثلا استعمال الكلمات الدخيلة، أنا لما أكون بليغ لا أحتاج إلى كلمات من لغات أخرى، لا أتكلم مع أخي وأقول له أغلق الدور أو خذ البوك، لا، أقول له خذ الكتاب. لكن في القرآن عيب بالنسبة لي، وهو استعمال الكلمات الدخيلة بكم رهيب، والأمثلة كثيرة. مثلا في سورة عبس لما يقول فاكهة وأبا، ما معنى أبا؟ إذا احترت عزيزي تحسين، أعرف أن حتى ابن عباس الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن على لسان محمد يقول أنه كل القرآن أعلمه إلا 40، إلا 4: غسلين وحنان وأواه والرقيم. إيه معناه الرقيم؟ نفس الشيء، فيه تضاربات كبيرة بين المفسرين. أهذه بلغة؟ كلمة جهنم كلمة عجمية، الصراط كلمة عجمية، الفردوس كلمة عجمية، الصلوت والصلوات، القيوم، الطاغوت، عدن، هذه كلها والكلمات بالجملة هي كلمات دخيلة حتى بشهادة المفسرين. فالقرآن مليان بالكلمات الدخيلة، ولما تكون بليغ لا تحتاج للكلمات الدخيلة. النقطة الثانية في البلاغة والبيان هو التكرار. لما تكون بليغ وبين، هو كلام قصير وواضح ويذهب مباشرة إلى المفيد، لا أحتاج للتكرار فالتكرار فالتكرار فالتكرار. وصراحة ما يجعل قراءة القرآن أمر متعب هو التكرار الرهيب الذي فيه، فتقريبا ثلث القرآن هو تكرار. تخيل أني أكتب كتاب وأخذ نصف الكتاب وأعيده مرة ثانية في, 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 في كتاب كامل، معناه أنه 200 صفحة من القرآن اللي فيه 600 صفحة تكرار، آخر رسالة من رب العالمين ومخالق الأكوان يكرر فيها نفس الكلام ويعيد. أعطي أمثلة لكي لا نقول أنني يدعي. مثلا في الأعراف 200 يقول لي وإما ينزعنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه سميع عليم، أوكي؟ فصلت 41 وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الفرق الوحيد سميع عليم، السميع العليم. أكانت ضرورة أن يكرر مرة ثانية؟ أنا غبي؟
أليس لي كتابا ممكن أرجع إليه وأذهب للآيات المختلفة؟ ما فائدة التكرار إذا كنت بليغا؟ هي في الحقيقة لما نذهب إلى قصة القرآن نفهم لماذا في هذا التكرار، لأنه هو كان مفرقا ولم يكن كتابا حتى مات النبي، فجمع من بعد. ممكن أعطي أمثلة بالسريع أخرى، مثلا في قصة آدم مثلا في البقرة 35 يقول لي: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة كلا منهما رغدا حيث شئتما إلى آخر الآية. ويقول نفس الكلام في الأعراف 19: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. نفس الكلام تقريبا، ما في حتى تغيير في الصيغة. ونهيك على قصة موسى والعبارات التي تتكرر في كل مرة، مثل إن الله غفور رحيم، الله على كل شيء قدير، إلى آخره، المكررة في بعض الأحيان أكثر من 20 مرة. إذن بالنسبة لي التكرار ليس أبدا دليل على بلاغة أو بيان، واستعمال الكلمات الدخيلة ليس عبارة عن أي بلاغة أو بيان. ونهيك أيضا عن الأخطاء أو التناقضات الموجودة داخل قواعد القرآن حد ذاته. مثلا يقول لي في سورة يونس 22: جاءتها ريح عاصف، جاءتها ريح عاصف، عاصف ألا أخذ بالتأنيث؟ نفس الشيء مع الضمائر، نفس الشيء مع أسماء الخطاب، في أمثلة كثيرة. ممكن أيضا نشير في قضية البيان، أمر هو أمر شعري في الحقيقة، وهو اللفظ على حساب المعنى. لما تكون بليغ يمكنك رغم، خاصة إذا ادعيت الألوهية والبلاغة الألوهية، يمكنك على الرغم من أن اللفظ يطغى على المعنى أن تؤول المعنى. مثلا يقول لك: فله الآخرة والأولى، في سورة النجم 25، الأولى تأتي قبل الآخرة، فهذه ضرورة شعرية وهذه ضرورة للبشر ليس لإله. قضية البلاغة فيها كلام كبير، لكن فلنذهب حتى في مصادر إسلامية اللي يتحاكى بها حبيبي تحسين. يقول لي أنه لم يأتوا بمثله أمور كهذا. أوكي، ما أدراك أنه، تخيل معي أنه نفس الآيات اللي عندك مأخوذة من أشعار. مثلا المرء القيس يقول: يتمنى المرء في الصيف الشتاء حتى إذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. ألا تذكرك شيء هذه حبيبي؟ مثلا تراه يقول أيضا: اقتربت الساعة وانشق القمر، من غاز لصاد قلبي ونفر. ألا تذكرك شيء هذا أيضا كمان؟ تراه يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، في أشعاره أيضا. إذا أردت المصادر تجدها في فييض القدير الجزء الثاني صفحة 187. وعندنا أمثلة كثيرة بالنسبة لإله العالمين. مثلا إله العالمين العبارة في حد ذاتها موجودة في أشعار قديمة أيضا، في أشعار أمية بن أبي صلت والكثيرين: إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال، هذا شعر موجود أيضا. إذا قلت لي العرب لا يستطيعون أن يؤتوا بمثله، هو القرآن بنفسه أخذ مثله، القرآن بنفسه أخذ أشعار من الأشعار الجاهلية عبارة وفكرة وتعبيرا. قصة البلاغة صراحة مطعون فيها كثير من جميع النواحي، وأن العرب لم ينكروا أو لم يستنكروا ما أن القرآن. أخي ليث، الوقت ماشي مشكلة، ونهي في باقي المواضيع. حبيبي ليث، شكرا كثير لك. طبعا أنا أعطيك أخي تحسين 10 دقائق أخرى، تفضل. نعم، أولا ذكر الأخ ليث أن المصادر التاريخية الإسلامية هي ليست حجة، وممكن هؤلاء يلمعون الصورة، وممكن أنه يعني أنا كصاحب، أنا أؤمن بهذا الدين كمؤرخ، عاصرت هذا الدين وأريد أن ألمع ديني للأجيال السابقة، فأنا أضفي عليه كل حسن وأزيل عنه كل قبيح. وهذا غير طبعا غير وارد في التاريخ الإسلامي، والمعروف أن المؤرخين المسلمين ونقلة الحديث يعني عندهم درجة كبيرة من الضبط والتدقيق. كما أسلفنا أن الأمة الوحيدة المنفردة في التدقيق في نقولاتهم التاريخية هي الأمة الإسلامية، وتحدى أمة أخرى على الأرض تعتمد السند في نقولاتها لا توجد. أما ما قاله فبالعكس، القرآن الكريم يحتوي على آيات عتاب
ولهم للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا وتخفي في نفسك ما الله مبديه للناس. زين، المسلمون المؤرخون المسلمون ايضا ذكروا بعض الامور مثل النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل انه النبي صلى الله عليه وسلم نحن كمسلمون نؤمن انه معصوم في قضيه تبليغ الوحي، اما في امور الدنيا فانه صلى الله عليه واله وسلم ممكن ان يصدر منه النسيان، وممكن ان يصدر منه بعض الاخطاء الطفيفه التي لا تقدح في المروءه. ذكر هذا المسلمون ذكروا، لم يقولوا ان هذه الامور لا نذكرها فلندح، لا بل ذكروها. وحتى الاسلام انطوى على كثير من ايات العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم هو من ألف القرآن لما لامه ولما عاتب نفسه. وسأذكر لكم هذه الآيات إن شاء الله في الوقت الآخر المخصص لي، لا وقت لي. أما ما قاله الأخ لي بأن وجود كلمات دخيلة في القرآن، وهذا أعتقد أنه لا ينافي بلاغة القرآن، لأن أصلا اللغة العربية هي كما يقول علماء اللغة اشتقت من اللغة العبرية، وهي لغة سامية، يعني اللغة العربية تشترك مع الآرامية وتشترك مع اللغة العبرية بكثير من الخصائص، وهناك تلاقح وتناقل في الألفاظ والكلمات وبين هذه اللغات. فلا عجب أن تدخل كلمات من العربية على الفارسية، وكلمات من الفارسية على العربية، وكلمات من الآرامية والسريانية على العربية، والعكس صحيح. والكلمات هذه التي ذكرها القرآن كانت متداولة في زمن العرب، كانت معربة وداخلة في لغة العرب، والقرآن هو نزل بلسان العرب لكي يفهمه العرب ويعيه، ليس ضرورا أو بالإلزام أن ينزل القرآن بلغة غامضة جدا يعسر فهمها. القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تحتوي على هذه الألفاظ، تحتوي على هذه الألفاظ التي أخذوها من الفرس أو أخذوها من السريان. وهذا ما نص عليه ابن دريد في الجمهرة، قال إن هذه الكلمات هي كان العرب يستخدمونها. وهناك كثير من المصادر والشواهد لا أريد الاستطراد فيها، ولكن ما أقول إنه ليس عيبا في ولا تقدحه في بلاغة القرآن، في بلاغة القرآن. ما هذه النقاط الأخرى اللي أثارها أخ ليث؟ نسيتها جان، لازم تكون مسجلة المفروض أن يكون. شو عن الشعر الموجود، الشعر الجاهلي الموجود في القرآن، يعني كان قبل القرآن، يعني هو قال لك الأخ ليس القرآن أخذ من العرب وليست العرب أخذ. يعني القرآن الأخ ليس تحدث عن أنه القرآن استنسخ أو اقتبس مقاطع أو أخذ قبسات من الشعر الجاهلي، أو القرآن فيه تكرار. وأقول الأخ ليث أن الشعر، أن القرآن أخذ، إن فرضنا صحة أن امرؤ القيس قد قال هذا أو أن الشعر قال هذا وأخذ القرآن منه، فالقرآن ممكن أن يقتبس كلمة أو كلمتين، مقطع أو مقطعين، ربما هذا لا يشكل يعني عشر من 1% أو أقل من العشر،
يعني لا شيء، ربما مقطع أو ثلاثة أو أربعة، فهذا لا يعني أن القرآن أخذ من أن القرآن ليس هذا دليل لمن يريد أن يقول أن القرآن هو صناعة بشرية، وإنما هذا شيء وارد، بل العكس، أن القرآن هو أثر على اللغة العربية وهذبها وجودها، واعتبر الفيصل، حتى أنه اعتبر الفيصل والحكم عليها. ومعروف أن النحاة المسلمين دائما ما يستشهدون بالقرآن بالآيات القرآنية في شرح قواعد اللغة وفي التدليل على قواعد اللغة. فليس كل القرآن ولا حتى ولا ربع القرآن ولا ثلث القرآن ولا نصف القرآن هو مقتبس من الشعر الجاهلي، بل هناك مقطع أو مقطع أو ثلاثة، فهذا ليس بدليل قوي يقنع الناس على أن القرآن اقتبس من غيره. أما التكرار، فالتكرار بشكل مبسط أجيب أن التكرار هو لإعادة التأكيد. التكرار كما يقول المثل عند العرب في الإعادة إفادة، فالتكرار هو التجديد على الفكرة. مثلا القرآن يكرر أفلا يعقلون، أفلا يعلمون، أفلا يتدبرون، هذه الكلمات ليست بهينة، هذه الآيات أو هذه المقاطع القرآنية تدلل على معاني سامية وعظيمة. فليس أعظم هناك من التدبر وإعمال التدبر في أمور الكون وإعمال العقل واستخدامه في الطرق الصحيحة في التفكر في أمر هذا الكون وأصل هذا الخلق. فالقرآن يعيد ويؤكد على عظمة وكبر شأن هذه المفاهيم الكبيرة في الفكر الإنساني. لذلك أنه التكرار ليس عيبا، وإنما التكرار هو إعادة التأكيد والتشديد على أهمية الموضوع الذي يتكلم عليه القرآن. طبعا هو ذكر لك آيات مكررة كمان غير الكلمات المكررة، يعني ما بعرف شو بترد على الآيات المكررة. يعني مثل ما قلت أنه الآيات المكررة هي أيضا لإعادة، نحن لا أحد يجهل أن في القرآن أن القرآن قرر مقاطع، يعني من في هذه السورة ذكرها في سور أخرى، وكما قال العرب وكما قال علماء إن هذا هو إعادة التجديد على الفكرة وأصل الفكرة وأهمية وجوهر الفكرة. طيب أخي ليس معك 10 دقائق أخرى، هو بقي دقيقة واحدة معك أخي. هذا أهيبها له، أهيبها. طيب أنت في دقيقة واحدة كان معك، أنت خلصت يظهر خلصت المداخلة، إذا بدنا تدخل بأشياء تانية بصراحة راح تأخذ أكثر. لا يتوسع الموضوع. نعم. طبعا تفضل أخي ليس معك 10 دقائق، تفضل. شكرا حبيبي. أنا أبدأ حيث انتهى أخي تحسين. يقول التكرار هو للتأكيد. أوكي، فلنفرض هذا جدلا، يؤكد لي قصة موسى أكثر من 50 مرة، لكن تصحيح عقائد المسيحيين، وهي أحد أهداف القرآن والإسلام وتصحيح عقائد الديانات السابقة، يأخذ آية واحدة وما صلبوه لكن شبه لهم. يكرر لي قصة موسى أكثر من 50 مرة، يكرر لي عبارات آية تقريبا حرف بحرف، لا يتعب نفسه حتى في تغيير السياق. هو آسف، لكن هو آسف المقاطعة، وهو تكرار بموضوع مختلف، يعني ليس دائما نفس القصة يعيدها، يعني. لكن مثلا هو ذكر قصة موسى في مواضع ونتف مختلفة من القرآن بمعاني مختلفة وبأخبار مختلفة. آسف المقاطعة طبعا، ومش مشكلة، لكن ممكن تاخذ نقاط وتاخذ مداخلتك يكون افضل. بس لو تسوي ميوت عندك الصوت مشان الصوت ما يطلع لو سمحت. تفضل اخي ليس. تمام، مش مشكلة. انا لما اقول تكرار في قصة موسى، لا اقول انه القصة ياخذها اجزاء فقط مختلفة ويعطيها لي بالكامل. القصة كلها مكررة، الكل قصة مكررة عدة مرات، ليست قصص متكاملة أو تعطيني قصة واحدة حكيت مرة واحدة.
والفكرة هو أنه لماذا إلى هذا الدين يكرر لي قصة عدة مرات وأنا عندي كتاب ممكن أرجع للقصة الواحدة إذا كتبها مرة، وتصحيح العقائد القديمة يأخذ آية واحدة واحدة فقط، آية جعلت فرق بين المسيحيين والمسلمين لمدة 14 قرن. غريب، أمر غريب. يكرر عبارات، يكرر آيات، يكرر مثلا قصة آدم لما قلت أنه يكررها، أخذت العبارة حرف بحرف، كلمة بكلمة، ليست تفاصيل أخرى أم دقائق أخرى، نفس القصة حرف بحرف في قصة آدم مثلا. إذن فكرة التكرار للإفادة وللتأكيد، أنا كنت بدي أن أرى تأكيد في الجديد بين قوسين أو في التغيير بالنسبة للديانة القديمة، وليس تأكيد في قصص قرآنية. بالنسبة للكلمات الدخيلة، هو يقول لي أن الكلمات كانت معربة وكانت مفهومة، وأنا أقول له أن ابن عباس حبر الأمة، سمعتني حبيبي تحسين، ترجمان القرآن، هو من يفهم أفضل القرآن في كل عصر وأي زمان، يقول أنه لا يعلم كلمات من القرآن. الأمر واضح، مش ممكن تأتي هكذا بوجه وسيم وتقول لي أنه كانت كلمات معربة ومدرجة في العربية. لا، في الحقيقة لا، فيه كلمات كثيرة. أنا أقول لك أبا مثلا، عمر في حد ذاته لم يفهم أبدا معنى أبا. ابن عباس قلت لك لا يعرف ما معنى الرقيم ولا غسلين. اذهب إلى المفسرين وسترى اختلافا كبيرا في تفسير هذه الآيات، ولو وجدوا فيه اختلافا كثيرا. المهم، أنا أواصل فقط في النقاط. كان فيه كلمة الاقتباس، عجبتني هذه الكلمة حبيبي تحسين، الاقتباس. القرآن اقتبس من الأشعار الجاهلية. أنا أقتبس لما أخذ كلام وأقول هذا الكلام من فلان مصدر الفلاني، لكن لما أخذ هذا الكلام وأنسبه لنفسي وأنا كإلهة، فأنا أسرق لا أقتبس. فالقرآن سرق الأشعار من الجاهلية، من أشعار جاهلية. وأنا أسألك، هل الإله محتاج إلى امرؤ القيس حامل لواء النار ليدرج كلامه في على لسانه وينسبه لنفسه لجلالة عظمته؟ إذا نسبه قال لي امرؤ القيس قال، أوكي ممكن أفهمها، لكن هو ينسبها لله. اقتربت الساعة وانشق القمر، هو الله هو الذي يتكلم بنفسه، يأخذ نفس كلمات امرؤ القيس فاسق الفساق. غريب. وفي أمثلة كثيرة، إذا ليس اقتباس، سرقة. يقول لي اللغات السامية وعادي أن يكون فيه كلمات إلى آخره. فيه كلمات لا علاقة فيها من اللغات السامية كاملة. الطاغوت مثلا تجدها في الإتقان الصفحة 341، أن الطاغوت من أصل في الأصل معناها الكاهن بالحبشة، كلمة حبشية. فين السريانية وفين اللغات السامية؟ الحبشية ليس لها نفس الأصول في اللغات مع اللغات السامية. والأمثلة كثيرة، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن تفسيرك خاص فيتامينات. عتاب القرآن لمحمد دليل على أنه لا يعاتب نفسه، دليل على أن القرآن ليس من عندي محمد. صراحة أنا أرى ناس كثار في فيسبوك بتاعهم يعاتبون أنفسهم، لماذا قمت بذلك ولماذا فعلت ذلك؟ ممكن أنا أعاتب نفسي، هل هذا دليل أن هذا الكلام أتى من عند الإله؟ لا. ممكن حتى أن محمد في حد ذاته كان مضطرب نفسيا، وهذه ممكن نثبتها بالأحاديث ونثبت حالته النفسية والجسدية لما كان يأتيه الوحي وفيها تفسير طبية، لكن سكيزوفرينيا ممكن تكون سبب من الأسباب أني أعاتب نفسي مع نفسي، إلى آخر من الأسباب الكثيرة. إذن ليس دليل تماما قضية العتاب داخل القرآن لمحمد، ليس بدليل أن القرآن وحي من عند الله ولا دليل على نبوة محمد. بالنسبة للمصادر الإسلامية تركت لنا بعض القصص. أخي تحسين، أنا أعطيك نصيحة، راقب الزمان حاليا كيف يتكلفوا الشيوخ وكيف يتغيروا ويغيروا المصادر ويقول لك هذا الحديث ضعيف حتى وإن كان صحيح إلى آخره، وستجد نفس السياق من قبل. الفارق الوحيد هو أنه من قبل لم تكن لدينا كل المصادر بدقيقة هكذا بفضل الإنترنت الذي عمله الكفار والفساق. في ذلك الوقت كان عليك أن تبحث في المكاتب في الكتب إلى آخره، كان تجد مشاكل. إذن مشكلة أنه فيه ذكر للنسيان أو فيه ذكر لقصة الغرانيق أو هي أمور فلتت فقط، ليست أمور جاءتنا بطيبة علماء الإسلام، أمور فلتت في مصادر قليلة، وستجد أغلب الناس يناقضوها ويقول لك لا والحديث مبطور ومرسل. لذا نصل إلى نقطة علم الرجال وانفراد أمة الإسلام بعلم الرجال إلى آخر من هذا الكلام. أولا، أنا لما الإنسان يقول لي الانفراد، عليه أن يرى كل الثقافات في العالم ويقول لي أنها منفردة، أمر صعب أصلا. لكن فلنفرض جدلا هذا الكلام،
علم الرجال مبني على ثقة عمياء في أشخاص دائما فيهم طعون وفيهم تجريح، لن تجد راوي واحد متفق عليه تماما من طرف كل العلماء الإسلام، ستجد دائما 6 أو 7 يصدقوه و4 يجرحوه أو 2 يجرحوه. إذن بطريقة مفصلة هو علم مفبرك يعطي مصداقية في كلام ليس له مصداقية في الأصل، لأنه دائما يبقى كلام بشر يخطئون ويصيبون لا آخر هذا الأمر. ممكن أعود لنقطة رحمة العالمين لأنه لم نفصل فيها، ومش أمر جميل أنه نترك تمر هذه القصة. رحمة للعالمين، محمد يسمر عيون الناس رحمة للعالمين، محمد يتزوج صفية يوم يقتل قبيلتها رحمة للعالمين، محمد يقتل بنو قريظة ومن نبتت له شعرة العانة تقطع رأسه في المجزرة نقول رحمة للعالمين، محمد يلعن، محمد يشتم رحمة للعالمين. وكل هذه أمور موجودة في الكتب في كتب الإسلامية وفي القرآن بكثافة كبيرة. في قصة أنه القرآن الإسلام ليس صناعة بشرية، أنا عندي مثال ممكن على السريع أعطيه. بالنسبة لي أفضل دليل على أن الإسلام صناعة بشرية هو كمية الخرافات البشرية المحضة الموجودة داخل القرآن، سواء كان في سورة الكهف مع العين الحمئة ووجدها تغرب في عين حمئة، سواء كانت رجوم الشياطين التي تناقض تماما النجوم رجوما للشياطين التي تناقض العلم وإلى آخره. لكن قصة الفيل مثلا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لا لم أرى. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أولا كتاب بين لا يعطي تفاصيل كثيرة، من هم أصحاب الفيل لا أدري، أين صحدة الأمر لا أدري، إلى آخر من الأسئلة الكثيرة. لكن ما عليه، فيه الرواية الإسلامية، فيه في المصادر الإسلامية الثانية تفاصيل القصة هذه وتفاصيل غريبة. الفيل اسمه محمود متشرفين، وفيل يمشي من الحبشة إلى مكة تقريبا 1000 كيلو مسار شهر. الفيل يحتاج في اليوم يا أخي تحسين يحتاج 100 لتر من الماء، 100 لتر هو وحده في اليوم، يحتاج أكثر من 100 كيلو و 150 كيلو أعشاب كل يوم. كيف أنا أصدق قصة تقول لي أنه فيه فيل ذهب من الحبشة إلى مكة ليدمرها وفي صحراء قاحلة ما فيها عشب وما فيها ماء؟ غريب. والإله إله الإسلام يدافع عن الكعبة في الفترة المشركين ويتركها تدمر من بعد في هذه النقاط. أنا صراحة قصة الفيل بتفاصيلها في كل دين إسلامي دليل كبير على الصناعة البشرية في الدين أكمله. طب شكرا كثير أخي ليث، أنا عارف أنه انتهى الوقت. أوكي. أكيد أكيد. طبعا معك 5 دقائق يا أخونا تحسين، تفضل لو سمحت. تحسين تسمعني؟ أخي تحسين؟ الظاهر أن كلامي لم يكن مهم. إذا ما عجبوا كلامك. الإخوة في اللايف شات يقولوا لي أن الفيل كان صايم. هو الفيل أكيد كان صايم يعني. نعم ألو. بس فيل صايم. يا مرحبا تحسين. يا مرحبا. ألو. تحسين. أنا خلعت الهيدفون. مش مشكل واضح صوتك. طيب أخي تحسين تفضل معك 5 دقائق ترد على الأخ ليث. تفضل. الأخ ليث قال ربما لم يعجبه كلامي. لا هي مو مشكلة الهيدفون. نحن نمزح. نعم. مزاح حبيبي، أنا عارف أنك كنت تسمعني وشفتك تكتب، ولا مشكلة ولا هم. تفضل تحسين تفضل. نعم بالنسبة للأخ ليث يقول أن ابن عباس لا يفهم بعض كلمات القرآن، وكيف أن ابن عباس لا يفهم هذه، يعني المشكلة عند ليث. أولا ابن عباس هو يعني ليس عالما وملما باللغة، هو صحيح كما يلقى أنه حبر الأمة وأنه ترجمان القرآن، ولكن ابن عباس لا يلم بكل شاردة وواردة بالقرآن الكريم.
يستحيل على الإنسان أن يلم بكل علوم القرآن، حتى أنه ورد عن الخليفة عمر بن الخطاب قال لم أحفظ سورة البقرة إلا في 12 عاما. فبل يعني قصر المعرفة الإنسانية وقصر الإحاطة الإنسانية بكل بعلم معين ما، هذا لا يدلل على يعني ركاكة هذا العلم، أو لا يدلل بمداليل سلبية على هذا العلم أو هذا الموضوع. فابن عباس فاتته فهم بعض الكلمات، وهذا لا يعتبر طعنا، ومن المضحك أن يعتبر هذا طعنا في القرآن الكريم، لأن ابن عباس لم يعرف معنى هذه الكلمة أو تلك الكلمة. بالنسبة لأنه البعض الأخ يقول بعض الكلمات مثلا الطاغوت من أصلها حبشي، وأنه الطاغوت هي متأتية من كلمة طغى، طغى يطغو، وهي كلمة عربية مصرفة. هو استدل بأنه السيوطي قال أنه في الإتقان، لا أعلم ما هو مصدر السيوطي وكيف إذا ثبتت صحة وجود هذه الكلمة في كتاب الإتقان للسيوطي. أعرف أنه المعروف أن كلمة طاغوت كمثل هو ساقه هي من كلمة طغى يطغو أطغي، يعني مصرفة في اللغة العربية، ليست كلمة أعجمية لا تصرف. وبالنسبة لل الأخ ليث يقول أمور فلتت، يعني ألا ينتبه المسلمون لهذه الأمور التي فلتت؟ ألا يقولون حينما دونوا وكتبوا مثل هذه الفلتات إنها ستكون مطعنا في دينهم؟ لا، حتى القرآن الكريم نفسه ذكر أخطاء للأنبياء عليهم السلام أنفسهم، خطأ موسى، خطأ داود، خطأ آدم، حتى لإبراهيم، خطأ سليمان. فهذا يدلل على أنه الطبيعة البشرية غير متكاملة، يعني وغير ولا تصل حد الكمال والسمو الكامل، وهذه من مختصات الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة أن الأمور التلمية فقط تعريج فقط على التكرار في القرآن الكريم. فقط أنقل كلام لأبو الفرج ابن الجوزي في كتابه زاد المسير، وهو من كبار علماء الأمة، الجزء الخامس 461، يقول ما الفائدة في تكرار قوله فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ والتكرير بشكل عام، قال أن التكرير لتقرير النعم وتأكيد التذكير بها. قال ابن قتيبة من مذاهب العرب التكرار للتوكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز، لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون أحسن من افتنان المتكلم والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد. فأيضا هذا، وقال إنها من مذاهب العرب، أي إن والقرآن نزل بلغة العرب، هذا ما يقوله ابن قتيبة، فهي من لغة العرب. وأما أولا هو ذهب بعيدا إلى أن كيف النبي يقتل وكيف طيب شو رأيك تكمل على 10 دقائق عشان ترد على كل النقاط هاي؟ أوكي 10 دقائق. لا نطلب من ليث أن لا يشعب الموضوع، من الأخ ليث الكوثري أن لا يشعب الموضوع، مثلا أنه انتقل إلى قضية بني قريظة وتسميل عيون هؤلاء الذين يا تحسين لأنه أنت طرحت مسألة نبي الرحمة، فهو طرح مقابلة ولا يشعب، أنت اللي طرحت الفكرة، تفضل. لا أنا لم قلت بشكل، قلت هذا باختصار، وهو يستطيع أن يرد على هذا الكلام في الحلقات المخصصة لهذا.
لان احنا اذا شعبنا الموضوع يعني راح تضيع علينا الكراكس، نقطة الموضوع بقضية التبي والصفية وحيي بن أخطب وهؤلاء الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم عيونهم، نشبع هذا الموضوع بحثا في النقاط المخصصة لهذا الموضوع. بالنسبة لسورة الفيل، لسورة الفيل كيف يعيش الفيل في الصحراء؟ نعم، كيف أولا الفيل ليس فقط إبره الحبشي من كان يستعمل الفيلة في الحروب، بل كانت استعمال الفيلة يقال إنها تخيف الخيول، الفيلة تخيف الخيول، لذلك فاستخدمها الفرس ضد العرب في العراق. وأما بالنسبة كيف يدجن حيوان يعتاش يعني على الحشائش وطلب كمية هائلة من الحشائش والأعشاب، فهذه لا أعتقد أنها مشكلة عقلية أو تنافي العقل، مشكلة عقلية كبيرة. ودليل أن يعني ممكن الآن أنت تدجن حيوانات تعيش في أفريقيا تدجنها في أوروبا، ممكن حيوانات تعيش في القطب الشمالي تدجنها في منطقة البحر المتوسط، فلا أعتقد أن هذه مشكلة. ويمكن أنهم يجلبوا الأعلاف ويجلبوا يعني الكميات المناسبة من الماء والكلى لدوابهم. قضية الفيل الأخ لي تناولها من منطلق عقلي، قال كيف وردنا عليك أنه هذه ليست مشكلة عقلية كبيرة. نحن نؤمن بقضية الفيل، قلت في ذات الحلقة نحن ليس لدينا من مصادر عن تلك الحقبة سوى مصادر التاريخ الإسلامي، وهذه مشكلة الأقليث يريد أن يصدق أو لا يريد أن يصدق، لأن ليس عندنا مصادر إغريقية أو مصادر رومانية توثق هذه الحقبة. فهل كان هناك غزوة من ملك حبشي، ملك أفريقي أراد أن يهدم الكعبة واستعمل الفيلة؟ هل مصادر أخرى ذكرت؟ لا فقط المصادر الإسلامية، فقط المصادر. وأنا أرى أنه من استحالة تواطؤ جميع الناس أو جميع العرب وجميع المسلمين على كذبة معينة، لأن الكذب مفضوح، لا يمكن أن يتواطأ شخص أو يمكن أن يتواطأ شخص أو شخصان مجموعة من البشر على شيء يختلقوه ويطفو عليه هالات القداسة والصحة، ولكن على أمر على أمة عظيمة بكامل تراثها ورجالها على مر التاريخ لم نجد أحد شخص معتبر شكك في هذه القصة، وهذه حريته، يريد أن يصدق أو لا يريد أن يصدق. إحنا كثير من الأمور في ديننا لا نستطيع أن نثبتها في العقل بالعلم أو بالتحليلات العلمية، مثلا لا نستطيع أن نثبت وجود الملائكة أو نثبت حدوث يوم القيامة أو نثبت بالأدلة العلمية، بمعنى الأدلة العلمية التي هو يقصدها. فهذه أمور ترجع لقناعة الإنسان. شكرا لك أخي تحسين. العشر دقائق خلصوا. أخي ليث تفضل. نعم، شكرا لك حبيبي. نبدأ ممكن من قصة التكرار بسريع مرة أخرى، نكرر لكي تتضح الفكرة. مشكلتي ليس هو أن ابن عباس لا يفهم كلمات من القرآن، مشكلتي هو أنه تقول لي القرآن كان بين وواضح لكل العرب وهذه الكلمات كانت معربة ودارجة عند العرب. أخذ الشخص الذي يترجم لي القرآن، تعرف مترجم لا يعرف كلمات ماذا سيترجم؟ والنبي الذي يقول لي هذا الكلام ولا ينطق على الهوى، يقول لي ابن عباس ترجمان القرآن، إذا أردت أن تفهم القرآن اذهب لابن عباس. نبي الإسلام يقول لي هذا. القصة ليست قصة أن ابن عباس ملم بكل علوم القرآن، نحن فقط نتكلم على معنى الكلمات، وابن عباس يقول لي لم يفهم كلمات معينة. هذه هي الفكرة اللي تكلمت فيها عن ابن عباس وقضية فهم الكلمات. بالنسبة للتكرار قلت
مشكلتي ليست في التكرار كتكرار، مشكلتي هو أنه هذا آخر رسالة للبشرية، والتكرار ليس فقط في قصة واحدة أو في عبارة واحدة. أقول لك يا أخي، ثلث القرآن تكرار، تعرف إيش معناه؟ ثلث القرآن الإله في واحد إلى ثلاثة من كلامه يكرره. إيه هي الفائدة؟ فقط سؤال، أنا أنتظر الجواب على هذا السؤال. ما هي الفائدة من أنه يكرر لي ثلث كتابه، ولا يكرر فقط قصة واحدة وعبارة واحدة للتأكيد؟ أوكي، لكن بالنسبة لي ليس بيان، ليس بلاغة أنك تكرر لهذه الدرجة. ثلث كلامك تكرار، تخيل قصيدة ثلثها نفس القصيدة من بعدين، ليس بلاغة وليس بيانا. حتى أنت إذا رأيت هذا الكلام عند شعراء ستقول لي ليس بين وليس بليغ. لكن بما أن القرآن بالنسبة لك هو كلام إلهي ورباني، تجد التفسير وتقنع نفسك أنه فيها حكمة أو فيها معنى إلى آخر. نعود لقصة الفيل. هو يقول لي أنه أنا أشغل عقلي فيها وأفكر بعقلانية. تمام، هذا هو العمل، هذا هو الهدف. لأنه إذا كان كلام رباني وإلهي وهو يطلب مني أفلا تعقلون، فأنا أحاول أن أعقل فقط. هو نفس القرآن يحثني على أبحث على اختلافات، أبحث عليها أجد اختلافات كثيرة في التفسير، في القراءات، في العبارات. أوكي؟ يقول لي أفلا تعقل، أحاول أن أعقل وأجد قصة خرافية، العيب فيها؟ وممكن المشاهد هو اللي يكون حكم في هذه القصة. تقول لي أنه كان فيه فيلة في العراق، أنا أقول لك في الصحراء، في الصحراء القاحلة ما فيها أعشاب وما فيها ماء. هذه أول نقطة. وأصلا مكة في القصة الإسلامية كانت لا تقاوم أصلا، ولا يمكنها أصلا أن تقاوم أبرهتة. يقول لي أنه ما عندنا مصادر من غير مصادر إسلامية. لا، في قصة أبرهتة عندنا مصادر، وإحنا نعرف أنه مات في 555 تقريبا سنوات قبل ميلاد أصلا محمد. إيه، كيف فسر هذه الأمور؟ أنا أبحث التاريخ أجد أن أبرهتة مات أصلا قبل ميلاد النبي، والنبي مفروضا أنه ولد في سنة عام في عام الفيل. غريب. القصة بالنسبة لي مكذوبة من الأول، وفيها تفسير لماذا هي مكذوبة ولماذا هي من هذا الشكل. ولسبيل الإنصاف، القرآن في حد ذاته لا يحمل القصة هذه التفاصيل، هو التراث الإسلامي الذي يحمل القرآن هذا الكلام، يحمل أن الفيل اسمه محمود، وأن الفيل مشى من كذا إلى كذا، وأن عربي تبرز في الكنيسة. لا أدري كيف أصلا كانوا فيها عرب مشركون يذهبون يحجون لكنيسة أبرهتة. غريب، مشركون يذهبون يحجون لكنيسة. أوكي، ثم أبرهتة يزعل ويذهب ليدمر كعبة العرب بفيل في وسط صحراء. لما أقول لك أنه يحتاج 100 كيلو من الأعشاب، و 150 كيلو بالتفصيل، و 100 لتر من الماء، تعرف إيش معناها؟ المسيرة فيها 1000 كيلومتر بأقصر مسافة ممكنة، والمسافة هذه تأخذ شهر تقريبا. كل يوم يحتاج 100 لتر، لتر واحد يوزن كيلو أيضا. إذا 100 كيلو من الماء و 150 كيلو من كل يوم، 10 أيام فقط عندك ألاف من الكيلوات، 30 يوم عندك ألاف الألاف. يجب جيش كامل يحمل هذه الأمور، ولا ندري إن كان ممكن. صحراء قاحلة ليست أوروبا، يقول لي ندجنهم في أوروبا. أوروبا فيها المناخ الملائم، ونحن نتكلم عن التقنيات الحالية، إحنا في القرن السابع. كيف ممكن أن جيش كامل يأخذ لكل هذا التدجين فقط لفيل؟ إيه لازمته؟ كان يريد أن يدمر الكعبة، لازم فيل؟ لا، هو لازم فيل لأن القرآن ذكر فيل، وأنا أؤمن أن الفيل، أن هذا الكلام كلام إلهي، وأؤمن أن الدين كله دين من عند الله وليس صناعة بشرية، فأحاول أن أفسر قصة الفيل مهما كان الثمن لي. إذن أنا بالنسبة لي قصة الفيل ما فيها مشاكل عديدة، وممكن نفصل فيها أكثر بأكثر. بالنسبة للنقاط الخفيفة اللي أعطيتها على رحمة العالمين، كانت فقط رد على هذه الكلمة. أنت معك حق، كل قصة يجب التفصيل فيها لنرى مدى البشاعة، وخاصة مدى محاولة أغلب المسلمين أن يفسروا بطريقة إنسانية، بطريقة عاطفية هذه القصص. لكن أنا أطلب من أي مسلم محايد أنه يأخذ هذه القصة كأنها على شخص محايد، لأنه إذا كان محمد حق النبي فنبوته ستفرض عليه وليس العكس. لا تفرض نبوة محمد قبل أن تقرأ قصته، اقرأ قصته ثم استنتج نبوته. ممكن كمان نتكلم على نقاط أخرى ذكرها أخي تحسين. هو ذكر لي تحققت نبواته،
وطلبت أمثلة وأنا في انتظارها صراحة. إيه هي النبوات المحمدية اللي تكلم عليها وتحققت؟ وممكن نفصل فيها ونفصل فيها. قال لي شهادات الصدق أيضا من غير المسلمين. بدأ يسرد لي بعض الأمثلة لكن الوقت ما سعفوش فيها. صراحة أنا أخي تحسين مما وجدته في كذب الشيوخ وكذب الدعاوي وكذب الدعاية الإسلامية لم أعد أثق في أي قصة إسلام إنسان غير مسلم أو شهادة صدق، فأغلبها مفبركة لنصرة الدين. فأذكرك أن الكذب حلال في الحرب، والدعاة يعتبرون أنهم في حرب مع أعداء الإسلام، حرب أزلية دائمة إلى آخر إلى يوم القيامة. إذن من حقهم أن يكذبوا، وكذبوا كثير وفيه دعايات رهيبة وغريبة بدون مصادر، وفي بعض الأحيان بكتب كاملة للدعاية بآلات مكانات للدعاية. إذن آسف أني إنسان يشك ولا يقبل الكذب ولا يقبل المعلومة هكذا ويشغل عقله. صح ممكن يكون عيب، ممكن أنه الهدف هو أنه لا نسأل أشياء تبدو لنا تسوءنا، ممكن أنه الهدف لا نشغل عقولنا ونأخذ الأمور تصديقا بقلوبنا وعواطفنا لأن ولدنا في هذا الدين، لكن بعضنا شغل عقله ووجد أمور خرافية. قصة الفيل لما نأخذها بكل تفاصيل الإسلامية لا توجد كلمة أخرى لوصفها ما عدا خرافية. كم بقي لي الوقت حبيبي جان؟ اوكي، ففي الثلاث دقائق هذو انا حابب اعود لنقاط مهمه بالنسبه لدلاله النبوه وان الاسلام صناعه بشريه. انا صراحه لا ارى جديد في القران او في الاسلام، اراه خليط من ديانات كثيره هي ممكن يعتبرها الاخ تحسين صناعه بشريه. مثلا هو يقول لي مستحيل ان تتواطأ الامه على الكذب والكذب مفضوح، لكن هو في نفس الوقت يؤمن ان المسيحيين يكذبوا في قصه الصلب، ولكن المسيحيين ايضا يقولون انه احنا مستحيل يتواطأ كل هذا العدد، يقولون نفس الكلام، نفس كلام اخي تحسين يقولوه بنفس الاثباتات وممكن بمصادر اكثر لانه عندنا بقايا أكثر للقصص المسيحية في المخطوطات. ويقول لي لا هم يكذبون، حتى وإن مستحيل أن يتواطؤوا على الكذب عندي لكن عند الآخرين فيه كذب، حتى وإن كانوا عدد هائل وكبير وإلى آخر من الأمور. لا، قصة هذه الكذب وقصة أن مستحيل البشر يكذبون ويتفقون على الكذب كان فيه ديانات خرافية كثيرة أخي تحسين. الديانات الإغريقية مثلا دامت قرون وآمن بها الألاف أو الملايين أشخاص لمدة عصور، كيف تفسر لي هذا الأمر؟ أنت الآن تعتبر أنه كله كذب وهراء في هراء، هل تؤمن بزوس؟ هل تؤمن بأثينا؟ لا تؤمن بهم، بالنسبة لك قصص خرافية وكذب مكذوب، لكن كان فيه عدد كبير من الناس يؤمنون وثقافات كلها بنيت على هذه الإيمانيات، كيف تفسر هذا إذا كان مستحيل تواطؤ على الكذب؟ هي الحقيقة الإنسان بطبعه عاطفي، الإنسان يولد في بيئة معينة تعطيه أفكار مسبقة ينشأ ويكبر عليها ثم يدافع أو يكملها ويصححها ويواصل في ضربها، هذه هي الحقيقة. القصة ليست كذب مفضوح أو كذب ملايين أو ملايير، القصة هو أنه لما تولد مسلم أو تولد بوذي فالبوذية والإسلام هو الحق بالنسبة لك، ومهما كان أمر ينافي هذا الدين ستجد له مفضح وتجد له تفسير. شكرا لك ليث، شكرا لك حبيبي. طيب اخي تحسين معك 5 دقائق ويا ريت تبدا لنا بالنبوءات. ليش 5؟ تحققت، تفضل. 10؟ لا 5 دقائق. ليش؟ لانه صارنا ساعة تقريبا على التمام، بدنا ناخذ نص ساعة، 5 دقائق 5 دقائق. و النبوءات انا عندي بحث موجود متكامل عنها، بس اريد انه اعرج يعني، أتمنى منك أخي جان تعطينا 10 دقائق، أتمنى يعني. طيب تفضل. نعم. بالنسبة هو يقول أنا لا أصدق قصة الفيل، إن قصة إبراهيم وردت في مصادر أخرى، لا أدري مصادر غير إسلامية، أين هذه المصادر يعني؟ هذه واحدة فقط وردت في مصادرنا الإسلامية، يعني ممكن أنا ما أعرف يطلعني إنه هل ان المؤرخ هيرودوت روى هذه القصه، هيرودوت مات بفتره طويله جدا قبل هذه الفتره، اي هل هناك مؤرخين اغريق او يونانيين، العفو اغريق او رومان او فورس رووا هذه القصه؟ ويقول
مات إبراهيم سنة 655 والنبي 555 النبي محمد صلى الله عليه وسلم ول 571. ما المشكلة يعني؟ لا نقول أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاصر إبراهيم الفترة حادثة إرادة إبراهيم لهدم الكعبة جرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم أي قبل عصره. أسف حبيبي تحسين، فقط نقطة ممكن بالسريح نقطة هنا. نعم. فكرتي هو أنه محمد ولد عام الفيل، تقر بهذا الأمر. نعم. وعام الفيل. أوكي. وعام الفيل هو العام الذي مات فيه أبرهة بالقصة الإسلامية، قتل. نعم. في المعركة. نعم. إذن تقول لي في نفس الوقت مات من قبل ومات في نفس السنة؟ لا أقصدك مات قبل يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني. هو نعم هو في عام الفيل نبي محمد ولد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مدركا لتلك الفترة. ثانيا إبراهيم لم يقتل في معركة، وإنما إحنا كمسلمين نؤمن أنه وكما تعرف أنت أكيد مسلم سابق، قتل بالحجارة من سجيل، طير أبابيل من حجارة السجيل، وتقول الرواية الإسلامية أنه تساقط عضوا عضوا إلى أن انتهى أمره، هكذا تقول. هذا يعني مو مشكلة، ولكن أريد أن أعرج على قضية شهادات الغير. تقول أنه المسلمين يجوزون الكذب لتلميع الدين، لا يوجد في الدين الإسلامي أنه، بل أن الكذب من كبار من الموبقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكذب المؤمن وهو مؤمن، والكذب من كبائر الذنوب ومن الموبقات. فإحنا لا فقط نعم توجد الخدعة في الحرب فقط، مباغلة العدو أو إيهام العدو أو التمويه على العدو، نعم هذه موجودة. إنه يقول إنه لا يوجد شخص لا يؤمن بأن هناك أناس دخلوا في دين الإسلام، عجيب، وكأنك تنكر الشمس في رائعة النهار. آلاف الناس يدخلون الإسلام، حتى هناك انتشر فيديو جديد أعتقد من يعني ناس كنديون قاموا بهذا الدوكيومنتري موفي فيلم إسلام is one of the fastest growing religion in the world. زين، وأعطيك مثال يعني، عندك هناك دولتين، هناك شعب اليوم تعداده 200 مليون، شعب الاندونيسي والشعب شعب الماليزي شعب ما يقارب 100 مليون. هؤلاء ناس في أقاصي الدنيا وآمنوا بالإسلام بلا إجبار ولا قسر، وإنما اقتنعوا بهذه الدعوة ودخلوا بدون أن أحد يجبرهم أو يقصرهم على الإسلام، كما تقولون أنتم الفتوحات أقصرت الناس على الإسلام، وهذا غير صحيح. هؤلاء بغير فتوحات وبغير معارك دخلوا الإسلام، فكيف لا تصدق أن ليس هناك أناس دخلوا الإسلام عن اقتناع؟ اليوم عند مئات الناس يعني أخي ادخلوا اليوتيوب وشوف مئات الناس يدخلون الإسلام، كبار العلماء، كبار العلماء سواء كانوا ملحدين أو مسيحيين أو يهود دخلوا الإسلام. لنا شوية أسماء من كبار العلماء تفضل. يعني يوسف مثل يوسف أستس، حقيقة لا مثل يوسف أستس، هذا أيضا كان من كبار من يعني كبار يعني الأكاديميين المسيحيين دخل الإسلام. عندك غاري ميلر، عندك لا حقيقة أنا عندي كتاب خاص، لا يسعني لا يحضرني كل أسماءهم، ولكن إن تريدون أزودكم بمئات الأسماء من العلماء الذين دخلوا الإسلام. تستغني عني أنا ذاكرة الإنسان قاصرة، ادخل على الجوجل واليوتيوب وشوف. لمحة سريعة، مقتطفات سريعة عما قاله الغير المسلمين، يقول إنها مفابركة الأخلاق، وأنا هذا ترجمت والله العظيم، ربما أنتم لا تؤمنون بالقسم، ولكن قمت بهذا كتابي ما قالت الأقلام في سيد الأنام،
بحثت في المصادر الإنجليزية القديمة التي طبعتها 1908 و 1890 وترجمت ما قالوا. أعطيك مقتطفات مما قالوا أو كتب منتشرة بيننا اليوم ومعربة ومترجمة هي، مثل الكاتب مايكل هارت حيث وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على في قائمة أعظم 100 إنسان في التاريخ، ويقول لقد اخترت محمدا في أول هذه القائمة، ولا بد أن يندهش الكثيرون لهذا الاختيار ولهم الحق في ذلك، ولكن محمد هو الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي. وقال موضع آخر، وكان الرسول محمد على خلاف عيسى رجلا دنيويا، فكان زوجا وأبا، وكان يعمل في التجارة ويرعى الغنم، وكان يحارب ويصاب في الحروب ويمرض ثم مات. ولما كان رسول الله ولما كان رسول الله كون قوة جبارة، فيمكن أن يقال أيضا أنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ. وثم يقول إن هذا الامتزاج بين الدين والدنيا هو الذي جعلني أؤمن بأن محمد هو أعظم الشخصيات أثرا في تاريخ الإنسانية، من كتاب أعظمات رجل في التاريخ صفحة 13-18-19. أنتقل لقصة الحضارة وما قال ويلا ديورنت، وهذا كتاب موجود بإمكانك أن ترجع إلى النسخة الإنجليزية. يقول أنا هذا، وإذا ما حكمنا على عظم المكان العظيم الأثر في الناس، قلنا أن محمد من أعظم عظماء التاريخ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي للعرب الراكز في دياجير الهمجية وحرارة الجو وجذب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله، وقد نجد إنسان غيره حقق كل ما كان يحلم به، وقد وصل إلى ما كان يبتغيه عن طريق الدين، ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى، بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب في أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه، فقد لجأ إلى مخاوفهم وآمالهم وخاطبهم على قدر عقولهم. وكانت بلاد العرب لما بدأ داع صحراء جذبات سكن القبائل على الأوثان إلى، وقد كبح جماح التعصب والخرافات، وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا سهلا واضحا قويا وصرحا خلقيا، قوامه البسالة والعزة، واستطاع في جيل واحد من أن ينتصر في 100 معركة وفي قرن راح ينشئ دولة عظيمة، وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف من العالم. من كتاب الشيخ قصة الحضارة الجزء الثاني صفحة 29. أنتقل إلى ما قاله جاري ميلر، فلأن هذا أسلم ربما كلامه غير حجة. تولستوي المفكر الروسي الكبير يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا ريب فيه أن النبي محمد من عظام المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة، ويكفي فخرا أنه هدى أمة برمتها لنور الحق، وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام، وتفضل عيشة الزهد، ومنعها عن سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية، وفتح لها طريق الرقي والمدنية، وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي قوة ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام، من كتابه حكم النبي محمد صفحة 10. أنتقل إلى الآخر. طيب أظن الوقت المخصص انتهى أخي. ممكن المقطع الأخير أخ جان؟ تفضل. توماس كارلير في كتاب البطولة الأبطال، قد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء العصر أن يصغي إلى ما يظن إن دين الإسلام كذب، وإن محمد خداع مزور، ولنا أن نحارب ما يشاع مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة 12 قرنا إلى حين 200 مليون من الناس، هذا يتحدث في عصره في القرن 19، خلقهم الله الذي خلقنا، أفكان أحد يظن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء كذبة وخدعة؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي،
إلى أن يقول: وعلى ذلك فلسنا نعد محمد هذا رجلا كاذبا متصنعا يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغيته أو يطمح إلى درجة ملك أو سلطان أو غير ذلك من الحفائر والصغائر، وما الرسائل التي أداها إلى حق صراح، وما كلمته إلا صوته صادق من العالم المجهول. كلا، ما محمد بالكاذب ولا الملفق، وإنما هو قطعة من حياة قد تفطن عنها قلب الطبيعة، فإذا هي شهاب قد أضاء العالم أجمع. ذلك أمر الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، وهذه بتشكر كثير أخي تحسين، أخذت 11 دقيقة وراح نعطي للأخ ليث 11 دقيقة، وأظن بعدين لازم نفتح السكايب للأصدقاء. تفضل أخي ليث. لأنه انتهى وقت المناظرة أخي ليث، أتصور. لا، لازم الأخ ليث يأخذ ال... نعم نعد عليه يتكلم. تفضل أخي ليث. أوكي، شكرا حبيبي. أنا سعيد أنك تتكلم على كل هذه النقاط. صراحة أتمنى أن المسلم اللي سمع الكلام هذا كله يأخذ كلمة كلمة ويذهب يبحث، لأنه الدعاية الإسلامية صراحة أنا شخصيا لما درست الموضوع ذهلت بكمية الكذب. يقول لي لا يوجد كذب في الإسلام. ظاهر أنك لا تعرف المعاريض والتقية حبيبي تحسين، لأنها كذب شرعي بكل بساطة. المعاريض أنك يمكن أنك تعرض في الكلام، والتقية هو يمكن أن تكذب لحماية دينك. لإنقاذ النفس من الموت. لإنقاذ النفس من الموت. تمام، لكن أنا أخذت فقط كلمة أنه ما فيه كذب في الإسلام، وهو فيه كذب شرعي فقط. ليس كذب، أنا أقول غير الحقيقة، هو هذا هو تعريف الكذب. لا، أنت عندما غير الحقيقة. أخ ليث، عندما مثلا أنا تحسين وأنت ليث و و و وقعنا تحت حكم ظالم، يعني احنا انا فاهم حبيبي انا فاهم، لكن عشنا تحت الظلم. تحسين الكذب في ثلاث حالات: تكذب على زوجتك، تكذب لاصلاح بين الناس، تكذب بالحرب، هذا شيء ثاني، هذا حديث اخر. المعاريض بيختلف، المعاريض ممكن تكذب وانت نايم وتكذب بكل اشياء، والتقيه شغلت في ثلاث انواع. على كل، خلينا نعطي الاخ فرصته. تفضل تفضل يا ليث. شكرا، تمام. المهم انا كان لم تلفت الفكره هو انه يوجد كذب شرعي مو شرعا. اعطاك الحديث الاول هو انه فيه تلطر الكذب، المعارض انك يمكن ان تعرض للكلام، والتقيه هو في حاله الموت او حتى في حاله حمايه الذات، حمايه الدين وحمايه الاملاك، هي حمايه النفس. لكن في كل الحالات يدخل تحت النطاق الكبير لتعريف الكذب، وهو القول بغير الحقيقة. أنا لا أقول أن الكذب جيد أو غير جيد، أقول فقط أنه موجود. أنت تنكر هذا على الإسلام فقط تصحيح، لكن بالنسبة للدعاية الإسلامية هو واضح لأي باحث منصف يرى أنه كذب للدفاع ولبناية ولتلميع الإسلام. هذه هي الفكرة اللي نقول فيها، وأن الدعاة يقولون أن الكذب يجوز وأن تأليف القصص الذي لم يقع موجود. أؤكد لك أنا فيه دعاة كثيرين يقولونها على الملأ هذا الكلام، إن لم تؤمنني ممكن أعطيك حتى مقطع من بعد. لكن الفكرة هو أن الكذب موجود للدفاع عن الإسلام والدعاية الإسلامية، وتقريبا كل الكلام، جل الكلام اللي قلته يدخل في هذا السياق. أنا ممكن فقط أخذ مثال واحد، لأنه لا يمكن أن نأخذ كل الأمثلة ونفصلها ونرى أن لا أصل لها ولا وجود لها في الكلام والترجمة. إذا أخذنا المثال الأخير، أنا أسأل سؤال: لماذا لم يسلم هذا الشخص صراحة؟ إذا تكلم كل هذا الكلام على النبي محمد وبقي ملحدا أو بقي مسيحيا، غريب. أنا أراه أكثر كلام مسلم على لسان مسيحي في الترجمة صراحة. لكن مش مشكلة حتى كتاب عبادة البطولة والأبطال، Worshiping of Heroes and Heroship، بالنسخة الإنجليزية. تحسين أعطيه فرصة مش مشكلة، ممكن في بعدين تعطيني كل ما تريد. أوكي، بالنسبة ليوسف إستس أعطاه هو كأول مثال، ممكن فقط نتكلم بالسريع عنه. يقول لي كبار الأكاديميين المسيحيين منك صراحة، يوسف إستس رنام في الكنيسة، هذا كان عمله أصلا، هو يقولها بلسانه في بعض المدخلات ليصحح للناس، لم يكن أبدا كبار أكاديميين مسيحيين. هذا المسلمين والمسلمون والدعاة الإسلاميين دائما يكبرون وينفخون في من يدخل في الإسلام فقط. إذن يوسف إستس كان فقط رنام في الكنيسة، ونعم دخل الإسلام لأمور كثيرة، وهو الآن نراه كمهرطق لأنه يقول كلام صراحة ينافي دينك وعلى فكرة أو عقيدتك الأصلية. هو مثلا أكثر مائل لفكرة خلق القرآن أو أمور كهذا. المهم،
نفس الكلام ينطبق على الأندونيسيين لما أعطيت مثال. وأنا صراحة لو ذهبت ورأيت الإسلام، الإسلام الأندونيسيين أو إسلام الأمريكان إسلام أوف نايشن، ستدهش بماذا يسمى إسلام هناك. يؤمنون بأنبياء أخرين أتوا بعد محمد، يؤولون الآيات بغير تأويلك إلى آخر، هرطقات بكل بساطة، هرطقات. هذا لا يوجد، هذا ربما تتكلم عن الإسلام أحمدين. تحسين حبيبي تحسين، خلي يخلص بعدين لك الحق ترد. أوكي. مش مشكلة، خذ النقاط حبيبي، خذ النقاط. أنا تكلمت على إسلام أوف نايشن وأنا أسميها هرطقة، لأن في عقائد إذ هم يؤمنون بأنبياء أخرين آخرون على محمد، والأحمدية كمان يؤمنون بنبي آخر. إسلام أوف نايشن المؤسسة الأمريكية للمسلمين. المهم الفكرة هو أنه في هذا العالم كله اللي يسمى العالم الإسلامي ممكن نجد أطياف كثيرة من الإسلام، وممكن نفصل النقاط اللي قلتها واحدة بواحدة. الفكرة هو أنه لا تؤمن بمن يريد أن يدافع عن دينه حتى بالكذب، يجب علينا التشكيك في أي كلام يقولون، لأنه هذا هو الطريقة الصحية للبحث، ليس العكس. ليس أني أريد ماذا يؤكد لي ويقنعني أن فيه ناس يدخلون الدين وكثيرين الآخر. مثلا تأخذ فقط في فرنسا، عدد الناس اللي يدخلوا في الإسلام في السنة هو 3500 شخص. الإسلام ينمو بالولادة، بالنمو الديمغرافي، هذا هو أساس نمو الإسلام صراحة. ولما نبحث وندقق نرى إما تضخيم من البعض وإما تلفيق من الآخرون، وما فيش عدد الناس اللي تركت الدين. مثلا في أمريكا أكثر من شخص على نصف اللي كانوا يدخلوا في الإسلام يترك الإسلام في أقل من سنة، وإلى آخره من هذه النقاط. الفكرة هو أنه أخذ شهادات الصدق كدليل على نبوة محمد أمر يتلف العقل ويتلف الطاقة. أولا فيه كذب، ثانيا فيه عدد قصير وقليل، فيه تناقضات في الأديان وفي الإسلام المعتنق إلى آخره. إذن أنا بالنسبة لي شهادة الصدق لا يمكن أن تكون دليل عن النبوة أو دليل على أن الإسلام دين الله. علم الرجال أنا أخذت وجدت فيه ثقوب كثيرة وفيه عيوب، من طريقة أنه أنا أؤمن بإنسان أنه لا ينسى أبدا، أو أؤمن أنه إنسان مستحيل أن يكذب لأن قال عليه فلان وفلان وعلان كذب، لا يكذب. ولكن في نفس الوقت أجد أن كل راوي مختلف فيه من يجرحه وفيه من يقبله. إذن علم لا فيه لا بعيد تمام البعد عن الدقة بالنسبة لي. يبقى القرآن وهو الموضوع الأساسي اللي بدأنا به، واللي قلت لأن القرآن دليل على وحي من عند الله، إذن محمد نبي الله. وكيف نعرف أن القرآن وحي من عند الله؟ قلنا البلاغة، ما فيه بلاغة. قلنا أن العرب لم يستطيعوا أن يؤتوا بمثله، طلع أن القرآن هو الذي أخذ من العرب في بعض المقاطع. قلنا أمور كثيرة في القرآن، وممكن الكلام يتواصل فيه في حلقة قادمة. لكن الفكرة هو أنه يكفي أن تطلع شيء واحد غلط من الإسلام لتدميره، لأنه هو يدعي الكمال ويدعي الألوهية، المصدر الألوهي. أنا لست مجبرا كباحث موضوعي أن أدرس كل تفاصيل الإسلام حتى وإن كنت أقوم بهذا الأمر. ممكن حجرة واحدة فقط، قصة واحدة، آية واحدة تطلع خرافية وخاطئة أو مناقضة، ينهز الدين، لأنه يقول على أن هذا الكلام كلام الإله وأن هذا الدين آخر رسالة الإله. من المفروض أن يكون كامل وصحيح 100%. ظهر أنه الأخ مش معنا، المهم أنا أنصح أي باحث موضوعي في هذه النقاط. قصة الدعاية الإسلامية تحتاج بحث رزين وواضح منك، تسمع الشيوخ ماذا يقولون وسترى الكذب البواح. قصة أن الإسلام صحيح لأني ولدت عليه ولأن الفطرة تقول لي أنه كذا وكذا، هذا المقاطعة مش مشكلة حبيبي، قطع الصوت لمدة دقيقتين. أنا أوقفت الكلام في ذلك الوقت، لكن الفكرة هو أنه كنت أنهي المداخلة وأقول أنه الإسلام يكفي أن ينهد بحجرة واحدة فقط. إذا طلعت خطأ واحد داخل مثلا قصة الفيل كما رويت ليك، أو نأخذ قصة العين الحمية، مش مجبر أني أخذ كل الإسلام وأثبت أنه كله خرافة وكله أخطاء إلى آخره. يكفي أنه حجرة واحدة تقع، أنه خطأ واحد يكون، ينهز الدين، لأنه هو يدعي الكمالية وآخر رسالة للإله وأن هذا الكلام كلام الإله. إذن الإله لا يمكن له بتاتا أن يخطئ. بالنسبة لأنهي الكلام، فقط كنت أتكلم مع الباحث الحيادي في القصة وقلت له أني تجرد من مشاعره
ويبحث بموضوعية وبطريقة أكاديمية في أي مصدر يجده. حتى كلامي والأخ كلام الأخ تحسين لا يأخذه هكذا بلاش، يذهب يرى هل الآيات موجودة، هل المصادر اللي أعطيتها صحيحة موجودة أم لا، هل التكرار اللي تكلمت عليه موجود، هل قصة الفيل معلومات عن الفيل صحيحة أم أنا أخرف وأخذ. تحقق من كل شيء أخي، لا تأخذ ولا تصدق كلام أي شخص منا أو منهم. مصيرك، حياتك وعقيدتك، أنت حر بنفسك وحر بفكرك، فقط ابحث وشغل عقلك. ليث، في عندك لسه 3 دقائق ممكن تكمل. أخذ 11 دقيقة تفكرت. أوكي، أنا لا أدري ما يمكن أن أضيف. أنا أنتظر أمثلة النبوات وتحقق النبوات، إذا كان ممكن تعطيني واحدة على السريع حبيبي تحسين، على الأقل نتكلم في هذه النقطة. نبوءة واحدة النبوات. تحقق تحسين واحدة. نعم الآن ممكن. تفضل تفضل يا تحسين، أعطينا نبوءة واحدة تحققت مشان لا يعاقب عليها ب3 دقائق. تفضل. نبوءة تحققت في حياته صلى الله عليه وآله أو بعد حياته؟ بعد حياته، خلينا نأخذ بعد حياته. تفضل. خلينا نبدأ في حياته. لا واحدة بس، أعطينا واحدة. بدنا واحدة بس. واحدة، إنه من ضمن من هذه واحدة من مئات، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أمارات الساعة أن يتطاول الرعاء، رعاء الغنم في البنيان، رعاء الشاة والغنم في البنيان. وهذا قد تحقق، أن وهذا ليس عيبا أو ليس خدشا من. طيب شكرا شكرا، خلي عقب عليه، ما أخذنا النبوءة هاي. تفضل. ممكن فقط الحديث او رقمه حبيبي، لانه ممكن، لانه المشكل في هذه النبوءات صراحه هو دائما انه ناخذ حديث ضعيف كتب من بعد. لا هذا موجود في البخاري في كتاب الوحي. كتاب الوحي يتكلم عن الوحي. لا لما تعرف انا لا، الحديث موجود وممكن لي انا اتيك. أوكي. مش مشكل، ممكن ما عندكش الرقم. فقط انا مش مشكلة، أنا فقط أستغل الفرصة. نعم. أوكي، أنا أستغل الفرصة فقط لأعطي فكرتي في هذه المواضيع. في مواضيع النبوءات أنا عارف أنه موضوع حساس هذا، لأنه فيه ناس كثيرين وجدوا مشاكل كثيرة في الإسلام، ودائما يبقوا يقولوا لي لكن فيه نبوءات، محمد تنبأ بكذا وكذا تحقق إلى آخره. فيه تفاصيل في هذه الأمور. أولا البحث الحيادي، هل الحديث موجود؟ هل هو ضعيف صحيح؟ هل هو مكذوب على هذا النبي أو قاله حقا؟ في أغلب الأحيان ستجد أن الحديث ملفق أو مكذوب. لما ترى أن الحديث قاله في حد ذاته، خذه في سياقه وافهم ماذا كان مقصوده، لا تحمله ما لا يحمله. أنا أتكلم فقط مع المشاهد في أفكاري، أعطي أفكاري في بحثي في هذه المواضيع النبوات. خذ الحديث حطه في سياقه وافهمه كما كان يفهمه الناس بيئة محمد، ولا تحمله ما لم يتحمله، وسيظهر لك أنه كلام عادي في ذلك السياق. لكن أنا ممكن أعطيك العكس، محمد في حد ذاته أعطى نبوات لم تتحقق، قال لن تقوم الساعة حتى يكبر فلان، كبر ومات فلان ولم تأتي الساعة. كان أمام غلام في حديث، وكان دائما يسألوه، أنت عارف أنه المسلمون كان دائما يسألون أيان الساعة، وأتت إجابات داخل القرآن. أنا مش عند المصدر الآن، لكن ممكن أعطيك الحديث، لكن أنا أعطي فقط مثال هكذا على السريع، لأنه مش نطلب الموضوع. مثلا هذا الحديث إن وجدناه، إن فرضنا صحته، أوكي هكذا يكون أفضل، دليل على أنه فيه مشكل في نبوة محمد أصلا. لكن ستجد أخي المسلم أن لما الشيخ يعتبر أن الحديث صحيح سيجد لك تفسير، سيعطيك ويقول لك لا الحديث صحيح رغما عن كل شيء، ومعناه ليس قيام الساعة الحقيقي إلى آخره من هذه الأمور. ولما ترى هذه الأمور، ترى التلفيقات ومحاولة التبرير، ستفهم. طيب شكرا كثير لك. طيب شو رأيك ناخذ 5 دقائق وبعدين نفتح السكايب؟ أخ جان، أنا شوية وقتي شوية حرج، أنا ما موجود حتى في البيت. خذ المكالمة أنت جان أفضل. طيب خلينا ناخذ المكالمة. لا خلينا أضيف شيء من فضلك أخي جان وأخ ليث. تفضل كمان. يعني بالنسبة لشغلة النبوءات، النبوءات أنا عندي هذا البحث أمامي مئات النبوات التي تحققت
في زمن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في حياته، والمصادر إسلامية، يعني لا ليس عندي مصادر أخرى ولا عندي المصادر الإسلامية وبأسانيد حسان وجياد. نعم، عندما أتكلم عن حديث في صحيح البخاري توجد، نعم توجد بعض المواصيل، توجد بعض الأحاديث الموقوفة في صحيح البخاري، لكنه الأمة أجمعت على أنه هو أصح كتاب، ليس كتاب صح 100% لكن أصح كتاب في السنة. بدي أسألك سؤال أخي تحسين، يعني نحن خلصنا المناظرة وما بقى في مناظرة، انتهت. بس خلينا أكمل أخ جان. بدي أسألك في يعني أنت بسردك الأول بالعشر دقائق الأولى لأخذتها من معجزات القرآن أنه في إعجازات نفسية، أنا بس بدي أفهم شوي الإعجازات النفسية. ممكن أسف أخوتي، ممكن فقط على السريع في نقطة سريعة، لأنه حتى الحديث في نفس الوقت وطلب مني هذا في اللايف شات من أخي محمد نافل، هو حديث اللي تكلمت عليه أنا وجدته، هو الحديث 2953 رواه أنس في صحيح مسلم، ويقول أن رجلا سأل الرسول متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار، فيقول له، فقال الرسول له إن يعيش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. أعيد الحديث 2953 في صحيح مسلم، نبوة لم تتحقق. إن واصل. أعيد الحديث، لن تقوم الساعة، إن يعيش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، دركه الهرم ومات ولم تقوم الساعة. تمام ممكن تفكر في الحديث بعدين وتتحقق منه، انا فقط اعطيت للمشاهدين لانه طلب مني فقط، مش موضوع. طيب بس ممكن تجيبني على الاعجاز النفساني. لا، الاعجاز بالنسبه للسايكولوجي بالقران، يعني ايضا امس قمت ببحث في هذا المجال، ولكن شويه الوقت يداهمني اخ جان، بس اريد اعرج على شيء. يا أخي سؤال واضح، بس شو هو الإعجاز النفساني؟ بس دا أفهم أنا بصراحة، هذا سؤال. الإعجاز النفساني يعني من ناحية السيكولوجي، من ناحية السيكولوجي الإنسان، من ناحية المعرفة بأمور الإنسان والخصائص النفسية للإنسان مثلا. هذا ممكن أن أرحل الموضوع إلى بكرة أخ جان. هو في بكرة ايه؟ ممكن نرحل الموضوع الى بكرة ان شاء الله. حديث يعني هو بحث طويل حقيقة، قمت به بحث بكر، قمت به يوم امس. رؤوس اقلام تكرم علينا واعطينا رؤوس اقلام. هو صار مثل فيني مثل عادل امام، يعني انا توغوشت بقى. نعم انت وشتني يا ابني، انت عملت فيها ايه مثلا؟ ناس مثلا احاديث كثيره متعلقه بنفسيه الانسان، مثلا حديث ناصيه كاذبه خاطئه، وقد اثبتت دراسات علميه على ان منطقه الضمير هي موجوده بالفص الامام الصدغي من المخ. زين، ممكن ناصيه كاذبة خاطئة، ما كيف لك يعني؟ أنا ما بصراحة ما عم بفهم. يعني هذه آية موجودة أنه تتحدث، أنه القرآن يقول أن هذا المكان هو هذه المنطقة الموجودة بالفص الصدغي من الدماغ هي المسؤولة عن هو موجود بها الضمير، موجود بها الضمير الذي يتحكم بانفعالات وحركات الإنسان. طيب هذا غير من فيض، يعني لا غير من فيض. بصراحة أنت دخلت الأمور ببعضها، يعني الفص الصدري موجود فيه الضمير، يعني الضمير في مكان بالجسم موجود فيه، ما عاد يعني هو أصلا ما له علاقة باللي ذكرته. شو ذكرت الآية أنت؟ إن ناصية، ما ناصية؟ الناصية في لغة العرب إنها مقدمة الرأس. الناصية هون، نعم هون الناصية هذه هي مقدمة الرأس.
وحتى عند العرب يعني هذه اللفظه والعباره معروفه. معود يا معود، اذا ناصي هيك ليش ما تقدم على جائزة نوبل تاخذها يا زلمه؟ اذا الضمير موجود هون هذا اكتشاف علمي ما بعده مثيل، يعني ما فيه. هذا ليس اكتشاف العلمي اني وانما العلماء. تعرف ان المخ فيه مراكز قرار ومراكز تحكم بالانسان. والضمير موجود هون. الضمير ليس هو يعني هو غدة حتى أقول لك أنه موجود هون، وإنما الضمير هو يعني الانفعالات وحركات وعواطف الإنسان، ويعني تمييزه بين الخير والشر والصالح والطالح، هذا هو الضمير يعني. طب شو العلاقة بالناصية خاطئة كاذبة يعني أنا هي؟ يا أخي القرآن يتحدث عن عن المشركين مشركي قريش، ويقول يتحدث عن الناصية، ويقول إن هذا الشخص وهذا المشرك كيف سيعامل وكيف سيعاقب يوم القيامة، ويتحدث عن الناصية إنه سيسحب من ناصيته ويدخل جهنم. طيب شو العلاقة بده يسحب من ناصيته؟ شو العلاقة بالضمير؟ انت دخلتنا بالحيطان بصراحة، انا دخلت بالحيط يعني. اذا لا انا ما دخلتك، وانما جان انت تحاول ان تشعب الموضوع. لا يا اخي انت هو النفساني، الوقت المخصص النفساني، الوقت المخصص، الوقت المخصص للمناظرة هو انتهى. اخلص بهذا النقاش بيني وبينك فقط. من مناظرين، انا اسال، انا يعني بس انا حب استطلاع. هذه حب استطلاع، اذا تريد حب استطلاع ممكن ان تراجع ما كتبه المسلمون حول هذه القضيه يا اخي. انت لا تقدر يعني. هل انت يعني تخبئ العلم؟ اذا عندك لا اخبئ العلم، اشرح لك ان ان ان, إن القران قبل 1400 سنة ذكر إن هذا الضمير الذي يتحكم في انفعالات الإنسان وحركاته ورغباته هو منطقة موجودة، وبإمكاني أن أرسل لك الصورة يعني التشريح بمقدمة الرأس المقطعي في مقدمة الرأس يعني هذا إذا قلت لك مثل يعني قلت لك مثل يعني ضمير الإنسان أنت قلت موجود بمقدمة الرأس، هذا اللي وصلت له أنا بآخر فهمي يعني. إيه نعم هذا ما أقصده. تمام. حبيبي جان ممكن تعقيب من عندك. فضل. لا مش تعقيب، الأصدقاء ممكن خاصة أخي جانو ينتظروا الاتصالات، ممكن تأخذ الاتصالات لما حابين يتفاعلوا معنا. طيب أخي جانو ممكن اتصل في أي دقيقة، أنا في انتظارك. على كل انا راح عزيز علينا كثير جانو. طبعا اكيد الاخ جانو، يا ريت ترد على الاتصال. اهلا جانو، تفضل حبيبي جانو، نحن نسمعك، تفضل ابوي. تحياتي حبيبي، طبعا تحياتي لك جانو لضيفك يعني اخ ليو العزيز واخ تحسين، طبعا بحي على شجاعته والظهور. طبعا عندي كثير اسئله. اول شيء ذكر اخر شيء انه علم النفس، ممكن تعرف لي شو هي علم النفس؟ يعني تعريف. اولا اخي انا لست سايكولوجيست، مشان الناس اللي بيسمعوك مشان يعرفوا انه لا، اولا انا لا استطيع ان اجيب عن، اولا انا لست، اذا انا دعني أذكر لك شيئا للأخ تحسين، أنه الشمس بيروح لعين الحمية أخي العزيز، دعني أذكر لك شيئا عن نفسي. أولا أنا لست بعالم، إنما متعلم بدماغ الطاقة أو انشق القمر. نعم صراحة يقول لي يعني أنا هلا فقط بسأله كشخص. هذا ليس قال لك هالأشياء، شو راح تقول له؟ ثاني بسمح لي بالنسبة لتعريف جانو، خلي الأخ تيسير يعقب بعدين ارجع اسأل، تفضل.
بالنسبة تعريف علم النفس، حقيقة أنا لست لم أدرس علم النفس في حياتي، درسناه مقتطفات ولمحات بسيطة في الجامعة، ولكن أنا لست متخصصا في علم النفس ولا أعرف يعني أعماق هذا العلم، وبالتالي لا أستطيع أن أجيبك عن هذه الأسئلة. وثانيا أنا لست بعالم وإنما متعلم، أنا لست شيخ من شيوخ الإسلام ولا داعية من الدعاة الكبار، وإنما أنا مسلم أعتز بديني وأفتخر ولدت على هذا الدين وسأموت عليه إن شاء الله، هذا اعتقادي، وأنت حر فيما بأي زاوية تراني. بالنسبة لانشقاق القمر، احنا القرآن يحدثنا أن قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، والقرآن الكريم يذكر لنا أن الله سبحانه وتعالى فلق القمر نصفين لقريش، اقتربت الساعة شق القمر وقالوا بل هذا سحر مستمر، ورغم ذلك أنهم لم يصدقوا. فأنت تريد أن تصدق هذا فأنت حر، وإذا لم تريد لا تصدق، لا ليس لدي دليل علمي من العلم تقصده أنت حتى أثبته لك، لكن هذا نقلا نحن عند المسلمون ثابت عندنا، أما علمي وبعض يقول لك واحد وجد شقوق في القمر فهذا كله أكاذيب زين، لكن أنا من ناحية نقلية، نحن من ناحية الإيمان، من ناحية الإيمان نحن نؤمن بهذه الأمور. نعم تفضل جامع تفضل. ليش عندما يكون محمد بحاجة لأن ينكح زوجة ابنه ينزل الوحي الآيات، لما بده محتاج لشيء ينزل الوحي، ليش ما بينزل يعني قبل سنتين ثلاث سنوات مشان الناس يعرف؟ أو ثانيا نسخ الآيات، ليش الله هل الطفل مشان ما بيعرف شو بيقول يعني شو راح يصير؟ انت بتقول انه الله بيعرف كل شيء، طب ليش بينسخ الايات؟ يعني اقل شيء سوره الغرانيق وانت عارف انه انت ما راح تغير دينك وراح تبقى على دينك، سوره الغرانيق ليش غيرها؟ ليش نسخها؟ اولا هذا ليس موضوع المناظره، ممكن ان نتكلم عن هذه الامور في مناظرات اخرى، لكن هذا جانو. شكرا جانو، شكرا جانو. على كل جانو خليك على اليوتيوب راح تسمع الرد من الاخ تحسين ونشوف الاخ تحسين شو بده يقول. تفضل تحسين. بالنسبه الملحدون او اللا دينيون هكذا دائما ينظرون الى الدين، يعني هو مثلا انه الايات القرانيه تنزل في هوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. فكما قلت لك ان هنالك ايات كثيره تلوم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وتخطئه، ومن اقوى هذه الايات وتبدي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. النقطه هاي جاوزناها بالحلقه، انا اقول له لا يس على كل انما الايات كانت تنزل لاسباب ثانيه. تحسين حبيبي هالنقطه هاي تجاوزناها وقلنا انه ممكن انا كمان الوم نفسي، يعني كل الناس بتلوم نفسها، يعني ما هو شرط انه يكون الهي. على كل هذا نبي، خلينا بس دقيقه، خلينا هالنقطه هاي ما نكمل فيها كثير لانه الوقت كان من وقتنا. سؤاله هو لما الآيات تنسخ؟ هل الله لم يكن يعلم بالغيب حتى يجيب شغلة بعدين يرجع ينسخها؟ يعني هل الله ما بيعلم بالغيب حتى يقول كلمة بعدين يتراجع عن كلمته؟ يعني بالصريح العبارة تفضل. هو ليس تراجع، والله سبحانه وتعالى يقول وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وهذه أو مثلها. طيب أو مثلها، يعني ليش بده يجيب مثلها إذا كانت موجودة أصلاً؟ ليش حتى ينسيها يعني؟ أو مثلها أولاً يعني مثلاً هي حسب الضرورة
ضرورة الواقع. معروف أن الله سبحانه وتعالى إحنا يحكم الكون، هذا الكون يمشي على قوانين ثابتة. يعني مثلا الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، هذا قانون ثابت لا يمكن أن يتغير. مثلا الأرض أو هذا قانون ثابت، كلام الله مو قانون ثابت، يعني كلام الله فيه تغيير يعني. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز وهو فعال لما يريد، يعني هو يفعل ما وبالنسبة إذا عنده قانون أنه المشكلة ما هون يا أخي تحسين، المشكلة أنه الكتاب هذا مكتوب باللوح المحفوظ، يعني هل الله لما كتبه باللوح المحفوظ ونزل بعدين مسحه من اللوح المحفوظ ورجع نزل غيره يعني؟ نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ممكن أن اللوح المحفوظ يتغير. إذا في عندك تعقيب ليس على الموضوع هذا بالضبط، هذا لما نسخ الآيات ووجوده باللوح المحفوظ أصلا، يعني اللوح المحفوظ اللي ما بتغير والله يغير بكلماته، تفضل. يا حبيبي، مشكل الناسخ والمنسوخ طويل وعريض، ممكن نفكر فقط في الآية الحربية التي تقول والله الآن يعلم أنه ما كانش استطاعتكم أنكم تحاربوا بالعدد اللي كان مطلوب في الآية الأولى، فيه نسخ طرق تدريجي، فيه أمور كثيرة. لكن الأفضل في هذا الموضوع أنه دائما نأخذ الآيات والأمثلة، لأنه مثلا داخل القرآن في حد ذاته تجد أنه الله في نفس الوقت يقول لك أنه لا مبدل لكلماته، لكن في نفس الوقت هو يبدل كلماته. صراحة هو صح أخي تحسين، هو معك حق، يفعل فعال لما يريد، أنا سامحني على العبارة، أنا أقول أسميه الدكتاتور، لكن من حقك أن تفعل ما تريد، لكن التناقضات لهذه الدرجة غريب. لا مبدل لكلماته لكن هو يبدلها، اللوح المحفوظ مكتوب منذ بداية العهد ونزل في ليلة القدر، لكن في نفس الوقت يتغير بتغير الظروف وعلى حسب الحاجات. محمد فيه أمور كثيرة في الناسخ والمنسوخ تبين مدى بشرية هذا الكتاب ومدى حاجته للأوضاع والتأقلم مع حالة النفسية المادية السياسية لمحمد. ممكن يكون موضوع جميل هذا، لكننا يريد نعمله بطريقة أكاديمية، نعطو فيه الآيات آية بآية، نعطو تفسير أقوال العلماء، لا نتقول على هذا الدين، نبحث حقا فيه ونرى أنه الناسخ والمنسوخ في الحقيقة أفضل دليل على أن القرآن كان يأتي بهوى، أو الله الأحرى كان يأتي بهوى محمد. طيب شكرا كثير. ليس في معنى اتصال من صديق طلب عدم ذكر اسمه، هاي صارت مثل السي ان ان، طلب عدم ذكر اسمعني، مصادر طلبت عدم ذكر اسمها. جان تسمعني؟ تفضل اخي تفضل، يا ريت علي صوتك كمان. جان تسمعني؟ لا، في معنى اتصال تحسين، بعدنا خلي خلص الاتصال. تفضل اخي. مسموع صوتي؟ مسموع صوتك، يا ريت علي اكثر. تفضل. جان انا عم بتصل لاشكرك واشكر تحسين واشكر ليو على هالمناسبة الحلوة. نعم نسمعك، تفضل. يا ريت اليوتيوب تطفي مشان تسمعنا. جان تسمعني؟ تحسين اسمعك تحسين، خليك في معنا اتصال حبيبي، بس دقيقة واحدة. وبدي شكر خاص لتحسين انه قبل يطلع معنا على هاي المناظرة مع ليو، وبلفت لك نظرك انه ليك حتى عدد المشاهدين يعني 120 واحد هلا عم بيشاهد بذات الوقت، وهيدا بعتقد اول دليل انه هالنوع من الحوارات هيدا مفيد، وبشجعك انه تكمل بهذا الاتجاه، وبشكر مثل ما قلنا، بس لازم نتذكر دائما انه بيكون ضيف على المناظره وخاصه من الاخوه المسلمين انه هذا ضيف على الغرفه، يعني ضيف على بتمنى التاكسي يكون اكثر، يعني يطول باله اكثر على الضيوف، لانه هو ضيوفك يا جماعه. وانا بس حبيت اشكرك، شد على ايدك، واتمنى انه هالنوع من المناظرات يكون اكثر، وفعلا
كمان نقدر كمان نسمع الصوت النسائي كمان اذا بيكون ضمن المناظرات بيكون احسن. اكيد اكيد اخي، انا اشجع بصراحه، والباب مفتوح لكل اخوتنا المسلمين يناظرونا، وحتى اخوتنا المسيحيين يعني ما عندنا اي مشكله، اهلا وسهلا ناظرونا. وشفتوا يعني انا ما نطقت ولا بشفع حرف، يعني كنت مسالم او مناصف او whatever يعني تسموها، بس بعد المناظره ما خلصت ممكن اعطي رايي، يعني هذا اللي اعطيت رايي انا فقط بعد ما خلصت المناظره. طبعا انه مثل ما قلت حضرتك كان الحوار راقي، ولكن بتمنى كمان على التكست يكون نتفي يعني ياخذ الضيف بحلمه، كلنا بنعرف يوم سامعينا، بس بتمنى انه يكون يعني نحترم الضيف اكثر شوي. انا بتمنى من الاصدقاء يكونوا شوي يعني غير هالمعامله، يعني انا بتمنى شوي نرقى، يعني خصوصا بالمناظرات، يعني الرجل جاي بكل شجاعه وجاي يقول وجهه النظر المتبنيه، ونحن بدنا نقول وجهه نظر، فمساله الشتائم والاستهزاءات هي بنعيفها، كل شيء له وقته، يعني انا لا اشجع الشتائم نهائيا، ولكن يعني بصراحة الشتائم خصوص الشتائم الشخصية يعني لا أشجعها نهائيا. الاستهزاءات إذا كانت استهزاءات مقصودة لفكرة معينة وإلى وقتها وليست الآن، يعني هلا نحن في مناظرة، في يعني في رأي بدنا نسمعه ونجيبه نجاوبه برأي آخر بقناعة أخرى، هذا الرجل يفكر بهذه الطريقة ونحن نفكر بطريقة أخرى، بدنا نفهم ليش هو بيفكر بهالطريقة، بدنا نفهمه ليش نحن بنفكر بهالطريقة أخرى، يعني هذا قصدنا. وبالنهاية يعني المسلمين هن أهالينا، أنا أهلي كلهم مسلمين، يعني أبوي كان شيخ متوفي، كان شيخ ويدرس القرآن، أخوتي كلهم مسلمين، أقاربي جيراني كلهم مسلمين، فيعني نحن لسنا غريبين عن المجتمع، والمجتمع ما هو غريب علينا، يعني بس بدنا نصل لبعض ليش نحن مختلفين بالتفكير، هاي القصة. شكرا كثير لك أمين حبيبي، شكرا. أخي جان تعقيب على كلامك. تفضل تحسين. أنت تقول أنا ولو خالد الموضوع، أنا أهلي مسلمين وأصدقائي، لما لا تتصالحون مع أهل المسلمين؟ صالح. لأنه المسلمين يريدون قتلنا لأننا نفكر بطريقة مختلفة. ما الذي يضيرك أن يؤمن هذا بالإله الإسلامي ويؤمن ذاك بإله الهندوس؟ قالك يضيرني، ولكن يضير المسلمين أنه نحن نفكر بطريقة. أنا هسه كمسلم وأعتقد يعني تراديشنال مسلم، يعني مسلم تقليدي، يعني مش كيوت يقولون، وصلت الى قناعه ان اترك. قبل في كنت هذا ليش هيك وهذا ليش هيك وهذا ليش، وصلت الى قناعه ان اترك كل انسان حر بديني. المشكله ما هي قناعتك انت يا تحسين، المشكله يعني مثلا الهندوس، انا عملت مع ناس هندوس ما جاي اناقش بالهندوسيه، وانت لماذا تقدس البقره؟ اوكي ممكن تقدم معك نقطة. انت ممكن مع النصوص الاسلاميه، يعني انا اليوم مثلا انا رجل من حلب، اروح على ساحة سعد الله الجابري واقول يا شباب انا ملحد لا اؤمن بالله، لا تلاقي 50,000 رصاصه انهالت علي في لحظه واحده، يعني ما هي مسألة جان، مو انت شوية يعني مع يعني بعد المؤاخذة عذرا، يعني استفزازين مثلا هذا يعتبر استفزاز للمسلمين، طيب تقول محمد غير نبي. استنى شوي انت تعتبر انه اذا انا رحت على ساحة عامة في مدينتي وقلت انا ملحد هذا استفزاز، وانتم المسلمين في كل حارة في اكثر من مأذنة وخمس مرات يوميا يعني الله أكبر الله أكبر وتسمعوا الدنيا كلها، هذا ليس استفزاز للناس؟ ليش؟ ما الذي يضيرك؟ أكمل بس دقيقة، تعتبرني إذا أنا رحت على ساحة عامة وقلت أنا ملحد هذا استفزاز؟ يعني وأنت وين العدالة هاي اللي عزيزي نعم أجيبك تكلمونا عنها أصلاً، يعني أجيبك ببساطة، أنت عندما تجهر بإلحادك، نعم، في منطقة في مجتمع إسلامي، في مثلا في مدينة إسلامية تجهر بإلحادك، عندما تجهر بإلحادك ليس فقط تجهر وتسكت، لا سوف تقول لماذا ألحدت،
هذا يجب أن تتركوه، هذا خرافة، هذا كيف هذا. أنت لما تجهر بإسلامك ألا تقول للناس أنه لازم تأسلموا يا شباب وراح تدخلوا النار إذا ما أسلمتوا، تتوعدهم بعذاب مهين وتتوعدهم بعذاب أليم. بس أنا ما أضرت أحد لمن استنى شوي، وتتوعدهم بالثعبان الأقرع والثعبان الأصلع والثعبان اللي له شعر والما له شعر. يعني 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 اليوم أنت لك حق أنك تقول فكرتك على العلن والناس ما لها حق. يعني إذا لم يكن هذا ازدواجية المعايير، أنا إذا أعيش في مجتمع هندوسي أجي أقعد بين والهندوس أشوفهم أنهم ما يقبلون على دينهم، واحد يعني يؤذيهم في دينهم. خلينا نسمع، خلينا نسمع رأيك. أسف البقرة وأقول لهم أنتم همج، لا ما لي علاقة، أحترم نفسي. طيب خلينا نسمع رأي الأخ ليث، تفضل أخي ليث. أوكي، أنا أولاً أضم صوتي لصوتك وأرحب بأي مسلم يريد أن يناظر، يحاور، يتبادل معنا، نحن مفتوحون لهذا الأمر وما فيه مشكل. النقطة الثانية فقط تفصيلاً وتدقيقاً لما قلت، لأنه في نفس الوقت أخذت الوقت لأبحث، هي كانت في سورة يونس الآية 46 لا تبديل لكلمات الله، وفي سورة النحل 101 وإذا بدلنا آية مكان آية، إذا لا تبديل وإذا بدلنا، عملها كما تريد. في الموضوع اللي كنت تتكلموا فيه أنا كان عندي تعليق أول لما قال أخي تحسين أنه هو مسلم تقليدي وليس مسلم كيوت، لا أدري ما هي عبارة تقليدي، لكن المشكل هو أنه ليس فقط نحن لدينا دين ومعتقد مختلف، نحن في نظر الإسلام مرتدون. هذه الفكرة، ليس فقط أنك تحترم دين، قائم بالدين سب وشتم ومحمد كيتمك طبعا، فقط أنهي المرتد، حتى وإن لم أقل أن محمد كذا وكذا، فقط ارتد عن الدين، عندي استتابة 3 أيام ثم أقتل. بكل بساطة حكم الردة واضح في الإسلام، ولا أدري إن كنت تقبل أم لا، لكن إن كنت مسلم تقليدي إذن حكمي أنا فقط بحجة أني عندي مشاكل مع الدين، وأنا أعطيتك مشاكل عقلانية، ليس لي حقد وليس لي عن أي مشكل معه، أنا فقط حبر على ورق هذا بالنسبة لي، لا أكثر ولا أقل، لكن فقط لأني أشغل عقلي وعندي مشاكل مثلا مع قصة الفيلة وقصص أخرى ولم تقنعني إجابة الشيوخ، فأنا حكمي الموت. أمر غريب وأنا أراه شخصيا أمر لا إنساني وغير قبول للآخر تماما، لأنه الحضارة الحالية هو أنك تقبل الإنسان مهما كانت معتقداته، لأنه إنسان قبل أي شيء، ومن حقه أن يؤمن أن الدجاج إله وأن لا إله، ومن حقه أن يغير معتقداته، هذه هي رقية الإنسانية حاليا. لكن من حق أي شخص تحترم ديني. نعم حبيبي، فقط أنا أعطيك الفكرة هو أنت يا ليت أنت مو قاعد محمد كذا ومحمد كذا والإسلام كذا ولا إله. تحسين ما احترمك تحسين، اولا هذا يا حبيبي تحسين الاله اتفق عليه، كل البشر اغلب البشر يؤمنون به. فرصه تحكي، راح اعطيك الفرصه، بس ناخذ اتصال معنا على الخط اخ ايدي، اظن ايدي اخ او اخت، تفضل تفضل تفضل. يا ريت علي صوتك. سامعني؟ سامعك، تفضل. أنا بس بحييك وبحيي ضيوفك وأشكرك على تسلم يا صيد، تسلم، تفضل. كنت عاوز أعلق، يعني هو في أربع نقاط سريعة وحسيك ضيوفك يعلقوا عليهم. تفضل. النقطة الأولانية كنت عاوز أسأل عن قصة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وده رجل كان آمن بالرسول بعد صلح الحديبية، وكان من كتب لما نزلت الآية اللي بتتكلم عن تكوين الجنين في بطن الأم، اللي هي بيعتمدها الكثير من المسلمين انها اعجاز علمي، في نهاية الآية كان الرسول بيلقي الآية وبيقول نطفة قضى إلى آخره. فمن انبهار هذا الرجل بعض أبي الصرح نطق فتبارك الله أحسن الخالقين، فرد عليه محمد وهكذا أنزلت عليه، وقال له لا زي ما هي. فالراجل ابتدى يشك شويه في الموضوع ده،
فبقى لما بيلقى عليه القرآن مثلا يقول السميع العليم، يكتبها مثلا السميع الحكيم أو الرحمن العليم، حاجة بالمنظر. وبعدين اكتشف إن بعد شوية ما فيش حد بينقض هذا الأمر، تفضل الآية زي ما هي، فارتد ورجع لمكة. وبعد فتح مكة تمام. النقطة الثانية، لأنه بس بشان الوقت أخي، النقطة الثانية هو كان أخ عثمان في الرضاعة، وعثمان شفع له، وهو كان من ضمن تتبع محمد قمر بقتلهم ولو تعدوا أستر الكعبة. القصة الثانية، النقطة الثانية كان مقولة عائشة إن ربني رأى ربك يسارع في هواك. وفي قصة ثانية عن السيدة خديجة، إن هي نفسها شكت برضه في الوحي، كان لما محمد رجع قالت له، قال لها انا شايف الوحي، تعالى اقعد على رجلي الشمال، شايفه؟ ايوه شايفه، اقعد على رجلي الشمال، شايفه. فهي تشبك عن صدرها، قالت له شايفه دلوقتي؟ لا لا مش شايفه. فقالت له لا، يبقى ده اكيد ملاك. فحتى السيده نفسها كانت شكت في الوقت ده، اذا كان الامر فيه. وما انا حسيت طيب، شكرا كثير بصراحه لجاوب على النقطتين، بدنا وقت. شكرا كثير اخي، شكرا. طيب التحسين، خلينا نبدا معك بالنقطه الاولى. عبد الله بن صرح، هذا اللي صار يكتب على هوا وتثبت يعني بالقران. والنقطه الثانيه، يعني الوحي انعرف مثلا، خلينا نقول بأفخاذ خديجة، يعني آسف للألفاظ يعني. يا ريت تعد على النقطتين، تفضل. والله بالنقطة أنه عبد الله بن أبي صرح ارتد، لأنه لمجرد أنه يعني توافق كلمة الوحي مع كلمته، هذا يعني تعتبره مبرر كافي للردة، يعني لأن يترك دينه وآمن به من البداية. طب أنت كيف دخلت في دين و وترتد عنه لأنك اعتقد أنه أن هذا توافق بينك وبين الوحي، يعني دليل أنه ماك وحي. لا، هو يقول عبد الله بن صرح هذا يقول أنه رسول الله قال له كلمة، وهو أضاف كلمة أخرى وقال هكذا أنزل. تبارك الله أحسن الخالقين. أها، قال وهو كذلك، يعني ما اشوفه يعني اني فد مبرر كافي يعني حتى تشكك في القران، يعني ممكن هذا يحصل. بالاخير هو القران هو نزل بلغه العرب، هو صحيح كلام الهي لكنه كلام بلغه الناس. طيب والنقطه الثانيه، ما سمعته زين شوي الصوت. طيب النقطه الثانيه، هو عم بيقول انه لما لو نزل عليه الوحي واجا قال زملوني، واخذ خديجه قالت له شو بيك، الملك نزل علي وحكى له القصة، فقالت له بروك على فخذي اليمين، قال عم بتشوفه؟ قال لا، عم ماني شايفه. قام رفعت عن فخذ، المهم قالت له، قال لا ماني شايفه. يعني كان أفخاذ، هو عم بيقول أفخاذ خديجة كانت إثبات النبوة، يعني حتى خديجة ما كانت واثقة فيه، ما كانت مصدقته انه بنبوته، فطلبت منه مثل يعني اثبات، فقالت له تعبرك بحجري وهالقصص هاي. وعائشه انه قالت له ما ارى ربك الا مسارعا بهواك، يعني هذا نعم. اولا هاي قصد انه ابرك على فخذي، يعني انا سامع بالقصيده بس حقيقه ما اعرف في اي مصدر يعني، ومدى صحة هذا المظهر أنها موجودة في الصحاح أو موجودة في المسانيد أو موجودة في كتب السيرة. ولكن بالأخير أنه السيدة خديجة، كما ينقل لنا التاريخ، السيدة خديجة رضي الله عنها آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشرته بالنبوة وآمنت به إلى آخر لحظة في حياتها، والمؤرخين يقولون أنها أنفقت كل شيء في سبيل الدعوة. يعني فلو كانت خديجة شكت تخلت عن هذا الدين وعبرت عن هذا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لخديجة في الجنة بيت من قصب لا فيه تعب ولا نصب، إلى آخر الرواية. يعني هاي من مكرمات خديجة ومن فضائل خديجة،
وحتى أن خديجة رضي الله كانت من أحب النساء إليه، من أحب النساء إليه، حتى أن السيدة عائشة كانت تقول له طالما أنت تذكر خديجة، ما مضمون كلامه كانت تغار. بالنسبة للسيدة عائشة، السيدة عائشة أنه كانت يعني شابة وكانت في بداية عمرها، وتعرف أنه الشباب تصدر منهم الكلمات وتصدر منهم الهفوات. على كل من القصة خديجة هي من ابن إسحاق. بدي أخذ رأيك وتعقيبك أخي ليث، تفضل. أنا في قصة خديجة مثلا، لما قال لي إذا كانت خديجة تشك في هذه الدعوة لما أنفقت هذا المال، أنا عندي نظرة مختلفة تماما على خديجة. أراها أنه زوجها مريض، وهي كانت تحب بطريقة أخرى زوجها، كانت تعطف عليه، أخرجته من وضعية صعبة. شخص عمره 25 سنة. حبيبي جان، أنا ما أسمعك. لا آسف، أنا عم بحكي مع متصل. مش مشكلة. أنه كان في وضعية صعبة، شاب في 25 سنة في جزيرة العرب، لم يتزوج أصلا، لكن اللي في نفسه في العمر عندهم أولاد وعندهم أزواج. أخذته وهو عائل كما في القرآن إلى آخره. إذن كان فيه عطف من هذه المرأة لهذا الرجل، وبالنسبة لها كانت طريقة أنه لا ينتحر زوجها، لأنه عندنا أحاديث صحيح البخاري أن محمد حاول الانتحار مرتين على الأقل. إذن أنه لم وصلت أن تعطيه المال، وصلت أن تأويه، لأنها دليل أنها آمنت حقا، دليل لا يكفي بالنسبة لي. وقصة الوحي وقصة جبريل غريبة جدا، لأنه في الرواية في حد ذاتها فيه ذكر لجبريل على لسان الراوي الذي يحكي القصة، لكن في نفس الوقت إذا كانوا عارفين أنه جبريل، لماذا تعمل التست هذا لتعرف إذا كان ملاك أو شيطان؟ جبريل ملاك وهذا معروف، خاصة أنه هي من أسرة فيها تأثير مسيحي وعندهم علم ودراية بهذه الأمور. إذن لا، أنا أظن أنه محمد في الأول لم يكن يعرف أنه جبريل أصلا، وأنه كان له تخيلات، وكانت هي تريد فقط إقناع زوجها ونزع الهول عليه بطريقة أو أخرى، ونجحت في ذلك، نجحت في ذلك، وأوته لمدة سنين، وتركته في دعوته، وشجعته كما استطاعت، إلى أن ماتت، ولما ماتت انفجر محمد. طيب أنا في معنى اتصال من الأخ حكمة. أخي حكمة يا ريت ترد علينا بالاتصال. يا مرحبا بمفسرنا. الأخ حكمة أتمنى طيب الأخ حكمة معنا، تفضل أخي حكمة، مفسر القرآن ابن كثير. أبا الحكم آسف. مرحبا حكمة. يا ريت علي صوتك أبا الحكم. صوتي مو مسموع. علوت علي أكثر، تفضل. أمسي على الأخوة ليو والأخ تحسين، وحبيت أسأل الأخ تحسين عن يحكي لنا عن الـ لما نزل الوحي على محمد، لما جاء الملك جبريل لما جاء قال له اقرأ زين، ليش الملك ما قال له أنت نبي، ولما راح عند خديجة هي اللي قالت له أنت نبي؟ يعني هل إنه الله يدس جبريل حتى بس يعني يخوفه، وبعدين تيجي خديجة تقول له ليش هو الملك مو الله دازه يعني حتى يخبر النبي انه هو ايش اسمه انه هو نبي الأمة؟ ليش ما فطن على هالشيء واعتقد انه مجنون الا لما خديجة قالت له هذا الشيء؟ طيب في سؤال تاني طيب خلينا نسمع الأخ تحسين. أخي تحسين سمعت السؤال؟ نعم. تفضل جاوب. لا هو أنه هذه كانت إرهاصات الوحي، يعني أنها كانت بدايات الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم، ونزول اقرأ بسم ربك الذي خلق إلى آخر الآية سورة العلق. ليست فقط هذه الآيات إنما آيات طويلة أوحيت للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. نعم هو كان الوحي، ولكن السيدة خديجة
رضوان الله عليها بما لديها من دراية بأموري وشؤون النبوة بشرته وقالت له أنه هذا الوحي، كما أكد له أيضا نوفل بن ورقة وهو كان متنصر. لا السؤال، السؤال ليش ما بس السؤال، ولكن في السؤال ولكن في المناسبات تحسين تحسين اي فاهمك السؤال، بس السؤال، السؤال ليش جبريل ما قال له انت نبي؟ ليش ما قال له انت نبي لا محمد؟ لا هو عندما تلا عليه، عندما تلا عليه هذه الايه، عندما تلا عليه هذه الايه هي كانت هاي بمثابه الوحي، وتم والوحي ليس في هذه المرة نزل، إنما نزل بمرات كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن نزل خلال 23 سنة، حتى في بداية النبوة، النبوة صلى الله عليه وسلم ليس فقط جبريل أوحى له هذه الآية قطعة، وإنما نزل عليه وأوحى إليه آيات مكية كثيرة في صدر الدعوة واثبت له. كل على كل هذا الجواب اللي بتوقعه الاخ حكمت بصراحه، يعني هو كان واضح وصريح، وبوقت اللي نزل اول ما نزل قال له اقرا، ليش ما قال له انت نبي يا محمد؟ يعني شو السبب؟ والله ما اعرف ليش. بالضبط هذا وصل الفكره. طيب اخي حكمت في عندك اي تعقيب؟ عم بيقول الاخ انا لا اعرف لماذا ما قال له انه انت نبي. طبعا انا سمعت باليوتيوب شويه من الجواب من عنده، هو يعني اولا ما اتذكر السوره، مع العلم السوره قصيره جدا. يعني اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، ربك الاكرم الذي علم القلم. لما راح عند زملوني لا تحاول ان تحسين، هو لا يسمعك الاخ حكمت، لا يسمعك تحسين. لا لا هو يقول انه لا يحفظ الايه، كيف يحفظ الايه؟ طيب هو لا يسمعك، معلش انا ما اسمع. ما تفضل تفضل. هذه كانت اول ايه نزلت على محمد، المفروض كان ينبه يقول له انت مو يجي يم خديجه يقول له انا مجنون وانا كاهن وانا صار محمد لا يمشي بهواك، يعني محمد انت تعلم محمد ما الملك تجي تبلغه. بعدين القصه الثانيه بس يتعقب عليها، الكلام اللي قاله هو تحسين صحيح، انه كان عبد الله بن ابي السرح لما ذكر الايه قال حج عن خلق الجنين، اخر شيء قال له تبارك الله احسن خالقين. انا اريد اعرف يا لحظه جبريل نزل اي كلام محمد، هو نفس اللحظه نطق قال له اكتبها فهي نزلت هكذا؟ يعني هو يقول يعني يوحى اليه، يعني اذا اوحي اليه عن طريق عبد الله ولا شلون كانت هاي يعني؟ طيب على كل شكرا كثير اخي حكمت، شكرا كثير. ليس ما بعرف تحسين عندك اي تعقيب اي رد؟ لا انا ما عندي تعقيب، شويه صار الساعه متاخره 12:30 الليل. تمام بس تعقيب بسيط، تعقيب بسيط، ان الله سبحانه وتعالى احنا كمسلمين نعتقد انه لا يعصى عليه شيء، يعني ممكن انه يعني هو الذي ياتي بعشب القيس قبل ان يرتد اليه طرفها، يعني غير في عقيدتنا احنا كمسلمين، يعني انتم لا تؤمنون بهذه، لا يستطيع ان يوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم ثلاث كلمات في ثواني، وهذا اللي أنا أقول يعني. طيب على كل العلم أثبت أن قياس السنين الضوئية وأن الصوت يقطع كذا 300,000 كيلو في الثانية. أشكرك أشكرك أخوي تحسين. ليس إذا في عندك كلمة تقول بصراحة طولنا نحن. نعم تمام تمام. أنا فقط عندي ممكن تعليق لم لا يفعله الكثيرين. عندي سؤال، تكلمت على بداية الوحي وصورة المزمل من أوائل الصور، كان نزلت صورة واحدة فقط، أجزاء من الصورة الأولى فقط، ويقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكر أخي المسلم، أي قرآن يرتله؟ فيه على الأقل صورة واحدة، يأخذ نصف الليل كله ويرتل نفس الصورة؟ غريب صراحة غريب.
أنا أقول كلمة فقط للختام. أنا أشكر الأخ تحسين للمناظرة، وأشجع أي مسلم أن يتقدم ويتكلم معنا، نعطيه المجال، نفسح له الكلام، نفكر سوا ويعطينا نظرته في هذا الدين. أنا تشرفت بمعرفته وبالنقاش معه وبالتبادل معه. أشكر المشاهدين، أشكرك أنت جان، وأتمنى أنه كلنا خطوة خطوة نتنور الكل ونمضي لزمن أفضل. بكل تأكيد أخي ليس، شكرا لك. تحسين طبعا أنا حصل لي الشرف أنه حكيت معك، وأشكرك على شجاعتك صراحة، أشكرك على شجاعتك أنك طلبت المناظرة، وأنا أشجع كل أخوتنا المسلمين، يعني خصوصا اللي شاطرين بالشتائم، أنه يا جماعة وقفوا لنا شتائم وتعالوا ناظروا مثل ما فعل الأخ تحسين. يعني أظن الأخ تحسين راح وما أخذ الفرصة الأخيرة، الكلمة الأخيرة. أنا بشكركم أصدقائي. طبعا بكرة راح تكون معنا حلقة مع الأخت شي الساعة 4:30 بتوقيت لندن، عن مملكة الظلام وتصدير الإرهاب، والساعة 8 راح يكون حوار مفتوح حول العهد العمرية، وأظن الأخ ليس راح يكون معنا. طبعا يا ريت تكونوا معنا، وأنا بشكركم كثير أصدقائي، وأشوفكم بكرة. إلى اللقاء، إلى اللقاء. شكرا ليس، شكرا. شكرا حبيبي، شكرا شكرا، إلى اللقاء أصدقائي.